عشر
24 ده ممكن تنفعه 24 يوم في اليوم. خلاص كده؟ طب يجي اليوم اعمل ايه؟ اليوم 24 ساعه صح كده؟ بس اليوم الشغل بتاعي 16 ساعه بس، فايه الكام ساعه دول هريح فيهم؟ هريح ايه؟ هريح فيهم. هو الراجل عارف ان كل يوم يجي له 16 ساعه بس، هو عامل حسابه على كده، مش يجي له على 24 ايه؟ على 24 ساعه، تمام؟ المفروض كده يا جماعه احنا بنحط المساله ايه؟ طيب، بس المشكله كل دي احيانا، صح ولا لا؟ ده مش هيحصل، اللي هيحصل ده ايه؟ لما نوصل الكل ده يشتغل لبعض. الميه ترجع، مش هتروح الميه تحصل لها هترجع، ايه اللي خلى الميه ترجع؟ نرجع بقى للسؤال الاصلي، تمام؟ ايه اللي خلى الميه ترجع اصلا؟ مش هتروح ايه؟ هل هو الانرجي صح؟ ان التوتال انرجي بتاع الميه مع الديستنيشن على غازات دي اعلى من غازات ايه؟ اللي بتاع الديتاش، صح كده؟ طب انا بقى عاوز اقول الميه العكس، المفروض ايه يحصل؟ الايه تقل، صح كده؟ المفروض التوتال انرجي عند ايه؟ تكون اعلى من عند دي في مقدار اللوسس اللي الميه هتواجهها في الايه؟ السيستم. طب هنعمل المعادله دي ازاي؟ هنعملها ايه؟ انا لازم تحط ايه بقى؟ حاجه في السيستم بتاعك تزود الطاقه بتاعت ايه وايه؟ اللي هي دي. خلاص كده تزود الطاقه بتاعت مين؟ خزان ايه او طاقه الميه اللي عند ايه؟ اللي هي دي. طاقه خارجيه من بره بحيث تخلع على الفرق ده اللي ضغط ده هنا سوق الميه اللي هنا ايه؟ المضاد. طب عارف هنعمل الكلام ده ازاي؟ انا عندي هنا عند ايه؟ عند البامب. خلاص كده؟ البامب دي هي دي الايه؟ البامب يعني. خلاص كده البامب. تمام؟ البامب هتعمل ايه؟ الكهرباء من بره تمام؟ وتحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه ايه؟ الى طاقه جوه الميه، صح كده؟ تزود دي تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تبقى الميه، تمام؟ طب اسال سؤال بقى، ايه الهيد المطلوب من البامب انها تديك زياده اسمه اتش ريكوايرد من البامب تمام؟ مطلوب منها هيد دي للميه، يعني مطلوب منها هيد هيد قد ايه للميه؟ نحسب الكلام ده ازاي؟ بص خلي بالك مع الكلام ده كله في السلايد بالتفصيل، ما فيش حاجه ورايا، خليك معايا اتفرج بس على ايه؟ انا معاك انا بس بشرح بسرعه من اول ايه النهارده تمام في الاول وبعد كده نحسب حاجه حاجه وبعد كده ايه؟ السلايدز ماشي؟ خليك معايا بس. لو قلت لك الشيء دي ايه اللي هي المطلوب من البامبس؟ تعالى فكر معايا كده ايه اللي مطلوب من البامبس دي؟ مطلوب منها حاجه مهمه جدا حاجتين مش حاجه واحده بس تمام؟ يبقى عندها تشالنج عندها مهمه صعبه صح كده؟ ايه بقى المهمه مطلوب من البامبس؟ مطلوب منها ايه؟ اولا تعالى بكل البامبس الميه ترجع صح كده؟ طيب اول حاجه مطلوب من البامبس انها توقف الميه صح كده؟ لان وقت الميه راجعه دي، الميه راجعه؟ لا هي المفروض انها ايه؟ وقت الميه الاول. بعدين تدي هيد اضافي عشان تزق كمان الميه في اتجاه ايه؟ المعاكس. خلاص كده؟ واضحه؟ طيب سؤال بقى، يبقى اذا المطلوب من البامب جزئين، الجزء الاولاني جاست انها وقت الميه، وقت بس ايه؟ الميه، تمام؟ زائد الجزء الثاني انها بتعمل ايه؟ تدي هيد عشان تزقها كمان في المكان اللي انت نفسك فيه. طب يبقى في الجزء الاولاني بقى قد ايه؟ ايه الهيد اللي المفروض البامب تديه عشان بس ما يوقف؟ اللي هو دلتا اتش بالظبط كده اللي هو دلتا اتش او ساعات بقى بيسموها بقى الاتش ستاتيك خلي بالك معايا بقى دلتا اتش في الحاله دي بيسموها اللي بنسميها ايه؟ الاتش اس او الستاتيك كده خلاص اسمها يعني تمام؟ سميها كده ماشي؟ فاول جزء مطلوب من البامب انها تدي هيد بمقدار اتش اس او دلتا اتش طب لو البامب قدرت بالظبط على الاقل دلتا اتش ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي نقطه الميه اللي بعد البامب دي على طول التوتال انرجي بتاعتها بالظبط قد ايه؟ قد النقطه دي، قد المسوب ده صح؟ اللي هو نفس المسوب عند تانك دي، في الحاله دي ما تتحرك؟ مش هتتحرك خالص. اوكي؟ ايه اللي هتتحرك؟ ما مش هتتحرك الا في فرق اللي هي التوتال انرجي. طيب انا بقى مش بس عاوز اعمل كده، انا عاوز اعمل ايه كمان؟ ازق الميه كمان من ايه لدي بكلوريت معين، خلي بالك الكلمه دي مش بقى كلوريت، مش عاوز ازق ميه قليله ولا ازق ميه كتير قوي، عاوز ازق ميه بايه يا جماعه؟ بكلوريت معين، انا عاوز انقله من تانك ايه لتانك بي. طب عشان ده يحصل ايه اللي هيحصل؟ ايه المطلوب؟ بالظبط اي مرض اي ميه بتتحرك تمام بيحصل فيها لوسز هيحصل فيها ايه؟ لوسز فلازم البامب تتغلب على هذه اللوسز هتقول لك والله نظريه السكه من هنا بقى لحد ما نوصل تانك بي بهذا الكيو خلي بالك من كلامي بهذه بهذا الكلوريت تمام؟ محتاجين انرجي كمان 20% جنيه غير اللوسز اللي هنصرف في ايه؟ في السكه تمام؟ فلازم البامب تديك كمان اضافه على الاتش اس دي كمان زياده ايه؟ فلوس عشان تعرف تكمل الايه؟ تكمل المشروع تمام؟ يبقى زائد كل الهيد لوسز من تانك ايه لتانك بي خلاص كده زائد كل الهيد لوسز من تانك ايه يا جماعه لحد ما نوصل لمين؟ لتانك بي المفروض كده ايه اللي انت بتطلب من البامب؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طب سؤال بقى الاثنين تانك بي بكام؟ احسبها ازاي؟ والله الاتش اس بتساوي كام؟ بتساوي ايه الاتش اس؟ البيت اتش بعد كده اللي هي عباره عن ايه؟ المدرسه بتاعتنا عباره عن منسوب الهيدروليك جريد لاين ات ديستنيشن ناقص منسوب الهيدروليك جريد لاين ات سورس. طب ليه هيدروليك جريد لاين مش توتال انرجي لاين يعني؟ هو بالنسبه لي الخزانات
الحاجة النقطة دي والنقطة دي تمام؟ منسوب الإلكتروني ده هو برضه كأن اللي بعده صح ولا لا؟ عشان النص يساوي كام؟ يساوي زيرو. فأنا فعلا لو طرحت المنسوب ده من المنسوب ده تمام؟ هيديني فعلا الدنيا اللي أنا بدور عليها اللي هي ده إيش؟ صح ولا لا؟ طيب بس خليني أنا أقول الإلكتروني ده بيسمى إيمج لاين. هنشوفها كمان شوية. هنشوفها كمان شوية. ده طبعا عام بيشتغل على ناس كتير بيتكلموا عليها دلوقتي. إيه؟ مهم. الإكس ستاتيك اللي هو أول جزء مطلوب من البامب هو عبارة عن المنسوب اللي هو الفيز لاين من الديستنيشن بتاع الفصول لحد مين؟ لحد السورس، أوكي؟ طيب، الترم التاني بقى هو الهيد لوسز، مين بقى اسمه الهيد لوسز ده بقى؟ مين الترم التاني؟ أنت بالك أنا غلط من اللي أنا بعمله دلوقتي أنا عاوز أحسب مين؟ الهيد المطلوب من البامب اللي عاوز يساوي إيه؟ عشان هو مش شايل البامب، صح ولا لأ؟ لما مطلوب مني أنا أوصل المايك فعلا من إيه لإيه فأنا محتاج أشيل البامب، فلازم أحدد البامب دي محتاج يكون دفاعها قد إيه؟ عاوز يجيب لك حصان، عاوز يجيب لك دفاعها يعني 20 متر ولا 50 متر ولا 30 متر، تمام؟ عشان اروح اشتري ايه؟ اشتري البار. طيب عشان اعرف احسب الهيد، حسبت اول ترم خلاص اللي هو الاكس ستاتيك بيست على ايه؟ فرق المنزل، تمام؟ ناقص الترم التاني اللي هو الهيد لوسز، الهيد لوسز هحسبه ازاي؟ ايه الهيد لوسز ده؟ بالظبط، انا حسب الفيو اللي انت عاوز تمشيها في السيستم، تمام؟ الامر الطاقه ده اللي بيدي ميه طاقه علشان تمشي الميه وتوصيل الفيو دي، صح ولا لا؟ تمام؟ طب الهيد لوسز بقى هتقول لك ان كل بامب بدلها عليها بتساوي ايه؟ جزئين فريكشن ولوكال صح ولا لا؟ بتساوي سيجما الاتش فريكشن من فازان ايه لفازان بي زائد سيجما الهيد اللوكال من تانك ايه لحد تانك بي، تمام؟ الفريكشن لوسز اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه الفريكشن لوسز؟ 8 اف ال على جي باي سكوير دايمتر اوف 5 مضروب في كيو سكوير، تمام؟ بس ان كيو يو ديزاين اللي هي اللي انت عاوز تمشيها ولو انت نفسك تقدر 10 3 كيلو متاع 16 ساعه هيبقى كيو ديزاين رقم معين هو ده بس دي لوسز. لو واحد كان طماع على كده انا عاوز اكتب ايه الجول ده 10 ساعات بس هيجي لك مثلا ايه؟ هيزود الرقم ده طبعا صح ولا لا؟ يبقى لازم ايه الجول ده في عدد ساعات اقل فيبقى الكيو بتاعته متر وكعب في الثانيه هو اكبر فلازم الهيد بتاع الباور ايه برضه يزيد قوي بس المقابل يريح وقت اطول صح ولا لا؟ عشان 10 ساعات بس في اليوم. المهم انت لازم توصل مش هينفع تحل المساله غير ما يكون عندك هذا الرقم اللي هو ايه؟ الكيو ديزاين انت عاوز تقله اللي هو بس مش اي كيو ديزاين الكيو ديزاين اللي ايه اللي انت بتعمل ده؟ المتر بتاعك في الثانيه اللي هو الريت اللحظي بتاع الفلو بتاع الايه؟ بتاع المرض تمام؟ طيب الدايمتر ده دايمتر مين؟ دايمتر الماسوره اللي هو ايه؟ طول الطاقه ما بين ايه ودي تمام؟ والكيو هي دي اللي انا عاوز ايه انقلها تمام؟ زائد سيجما دي بوسس عباره عن مجموع بقى الاتجاهات مضروبه في سكوير على واي سي صح كده؟ دلوقتي اللي هي سرعه المايه بتصور سكوير على واي سي اوكي؟ ماشي يا جماعه؟ اوكي؟ برضه ممكن نحاول نبص ونشوف الاخبار بسرعه جايه نفس الايه؟ نفس الحل ولا ازاي؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ اوكي؟ طيب في حاله وجود بامب بقى خلاص انا جبت الهيد ريكواير جبت الهيد ريكواير في الاخر انا عملت ايه بقى؟ حسبت الستاتيك هيد وحسبت المجموعه اللوسز اللي موجوده في السيستم وجبت الهيد ريكواير بتاع ايه؟ بتاع البامب خلاص؟ حد بقى يقول لي التوتال انرجي بتاع الشغل كان عامل ازاي؟ فاهم معايا كده لو البامب شغال التوتال انرجي بتاع كان عامل ازاي؟ بالظبط هي دي هنا من نزول المايه بتنزل صح كده؟ وبعدين هيحصل ايه بقى؟ هيحصل ايه في اللوسز؟ حاجه بسيطه لو انا قلت بقى اللي هو اللوسز الكبار ما عملتش حاجه اوكي؟ وبعد كده اللوسز يجي شويه فريكشن لحد ما اوصل للبامب تمام؟ وبعد كده البامب بقى هتعمل ايه؟ ايه ده انا لو كملت بالمنظر ده انا نفسي هنزل ده صح ولا لا؟ هنزل يا عمري هوصل للمسؤول ده المفروض ان انا اوصل بيه للمسؤول ما في التزام لا مش في بالك بقى اول ما توصل للبامب البامب هتعوضك على ايه ودي صح ولا لا؟ هتدي لك هات زياده اللي هو اتش بامب صح ولا لا؟ اللي هو الاتش ريكواير بتاع البامب اللي هو ده اتش ريكواير بامب تعليق كده مش هتسمعني فوق قوي 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 تمام كده؟ بس هي معنيه طبعا بس هي الحته كلها محسوبه صح كده؟ بحيث ان الهيد الزياده على ما توصل للخزان دي هيكون الشغل ايه؟ كله وادي دي الباسز اللي بيكون عندك في الايه؟ في السيستم تمام؟ انا مش فاهم؟ والخط الاخضر ده هو ايه؟ التوتال انرجي معاك. لما تيجي تبص للبامب البامب قام تدورها على اقل وجه صح ولا لا؟ لان انا عملت ايه؟ جاب النقطه اللي معاك البامب على طول زودت التوتال انرجي بتاعتك فعلا صح ولا لا؟ بدل ما هي كانت زي الخزان اللي مسؤول عنها الخزان هي فين دلوقتي؟ بقت فوق اعلى من الخزان اللي انت عاوز توصله اللي هو الديستنيشن تمام كده؟ فبالتالي قدرت المايه انها توصل لحد الخزان دي بالفلو ريت كمان اللي انت قايلها في ايه؟ ايه رايك؟ طب افترض ان انا جبت بامب اضعف شويه، يعني افترض ان انا جبت حسبت حاجه غلط في الحسبه دي تمام؟ وجيت جبت بامب اللي هي بتاعها اقل شويه في الرقم ده، يعني ايه؟ يعني مثلا هنا
ليه؟ لان هي دلوقتي بقى المفروض يبقى معاها 20 جنيه زياده عشان توصل للنت دي بالكالوري بتاعها. خلي بالك الكونديشن ده انا ايه؟ حسبت على اساسه اللوسز ولا حسبت على اساسه ايه؟ المضمون للبامب، تمام؟ لو انا جبت البامب اضعف شويه ايه اللي هيحصل؟ هلاقي الريت بتاع البامب في السيستم اضعف، وبالتالي التوتال انرجي اللي معمرنه اقل من انها ايه؟ تواجه اللوسز بتاعت الايه؟ المطلوبه، تمام؟ عشان تمشي نفس الكالوري، هضطر ان انا اعمل كومبرومايز، ايه كومبرومايز؟ يعني كان ايه؟ يعني انت كمان تعرف طب حي بالظبط كده تقول خلاص يا عم على قد ايه ممكن يبقى كده تمام في الحاله دي همشي كيو اقل من الدكتور ايه على قد الليفل الصغير اللي عليه بتاع البامب دي تمام طب لو جبت بامب اضعف واضعف مش عاوز تحس بالموضوع او سيبك ما تسرحش خليك معايا لو جبت بامب اضعف واضعف ايه اللي هيحصل؟ الاداء الموجود اللي بعد البامب هيبقى حاجه قد كده قليل قوي تمام بس ستيل طالما هو اعلى من الداون ستريم يبقى الميه هتمشي بس الكيو بتاعتها تبقى ايه؟ اقل واقل خلاص؟ هو الكلام؟ طب لو جبت بامب الهيد بتاعها قليل جدا جدا لدرجه ان هو بس على قد الاتش اس ايه اللي هيحصل؟ الكيو زيرو الكيو بيساوي كام؟ زيرو اللي هو هيرفع بس البامب بتاعت الميه وصل للمسافه ده والميه مش قادره تتحرك ليه؟ لان خلاص ما بقاش فرق الانرجي ما بين ان هو ايه؟ الميه هتتحرك ايه؟ مش هيقدر يتحرك ده اول خلاص كده؟ طب لو حصل البامب كان اضعف واضعف واضعف ايه اللي هيحصل بقى؟ هتلاقي البامب بتاعت الميه هنا اقل من ايه؟ من الخزان دي فالميه بترجع لورا تاني. تشيل البامب خالص ايه اللي هيحصل؟ الميه بترجع من دي لحد مين؟ لحد ما يجي مفهومه؟ مفهوم كده الفكره ماشيه ازاي؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ انا عاوزك تبقى مش فاهم بس انا عاوزك تبقى حاسس كمان الموضوع، اوكي؟ البامب مطلوب منها حاجتين في السيستم، حاجتين هما لو البامب مش موجوده خالص الميه ترجع، صح كده؟ فأول حاجة مطلوب من البامب إنها توقف الماية اللي راجعة دي. خلاص؟ يبقى أول جزء مطلوب من الهيئة بتاع البامب اللي هي دي المية إنها تتغلب على هذا الفرق اللي هو إيش سبب اللي بيرجع المية. اللي بيرجع المية هو الإتش إس خلاص؟ أول حاجة مطلوب البامب تتغلب علينا هو هذا الإتش إس. بس لا مش بس ده أنا كمان نفسي أعمل إيه؟ أزق المية في الاتجاه ده كمان بكيو اسمها كيو ديزاين. خلاص؟ واضحة؟ فإذا لازم كمان البامب تديني هيد إضافي عشان أتغلب على إيه؟ على اللوسز الناتجه عن مرور هذا الكيو في الماسوره. من ثاني ايه لحد مين؟ لحد المجنون. هي بقى الفيكس لوسز ومين؟ وكل اللوكال لوسز. جمع بقى كل اللوسز في السيستم بيز على ايه؟ اللوسز بتحسب بيز على ايه؟ على كيو. تمام؟ فتحط بقى الكيو اللي انت عاوز تمشيها تمام؟ وتحسب اللوسز بيز على هذا الكلام لازم تحط الفلوس دي. سيبها بقى والله سكه يا فندم 30 جنيه لوسز وعندك 50 جنيه سيستم كام؟ فلازم تحط فعلا كام؟ ال 50 وال 30 خلاص كده اللي هو 80 جنيه اللي هو الهيد ريكوايرمنت بتاع الايه؟ بتاع البامب. لو حصل انا حسبت حاجه غلط وجبت البامب اضعف شويه من المفروض ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ايه؟ المايه هتمشي بس الكيو ايه؟ اقل. طب لو جبت بقى بامب اضعف من الاتش سابق لا المايه ايه اللي هيجرى؟ هترجع اما مش هتقف اصلا المايه هيحصل لها ايه؟ هترجع. طب لو واحد قايل غلط قوي وحسب الهيد ريكوايرمنت ده غلط وحسبه زياده قوي زياده ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ الهيد ده هيبقى عالي قوي فوق صح كده؟ فايه اللي هيحصل؟ يا ده انا معاك فلوس كتير ماشي بقى براحتك صح كده؟ فايه اللي هيحصل؟ الميه هتظبط نفسها عشان لازم تخلص من كل الفلوس دي على توصل للخزان بي يعني لازم توصل للخزان بي مع مين؟ مع الانرجي بتاع البي صح كده؟ فانت تقدم فلوس كتير قوي فهتعمل ايه؟ ده هيديها فرصه انها تمشي كيو اكبر من الكيو ديزاين المنصوره خلاص كده؟ تمشي كيو اكبر من الكيو ديزاين اللي ايه؟ اللي بالمنصوره مش كده؟ يبقى الشطاره ايه بقى الشطاره؟ الراجل المصمم صح يعمل ايه بقى؟ يجي بامب تمام كده يدي له هيد مايو قريب جدا او يسد بالظبط الهيد الايه؟ المطلوب عشان يمشي الكيو ديزاين عشان يمشي مين؟ الكيو ديزاين خلاص واضح كده يا جماعه؟ كل ما فاكر ماشي ازاي؟ طيب فيها مشكله عظيمه ايه بقى المشكله دي بقى؟ حتى كده حسبت الهيد المطلوب ده لقيته 322.21 متر خلاص كده؟ تخيل لما جيت رحت اشتري بامب من الراجل قلت له انا عاوز بامب مثلا سبتها الهيد بتاعها جبت البورس باور بتاعها اللي هو عاوز كام سم لقيت عاوز ترمبه 2.3444 سم مثلا يعني خلاص؟ قال لك لا ما عنديش الكلام ده انا عندي 2 سم حصان هتعمل ايه؟ مش هتفصل لك مخصوص على فكره خد بالك السيستم الكبيره مشاريع قوميه بيفصلوا بامب مخصوص تحقيقي لان يعني معظم الشغل بتاعنا لا انت بتروح تشتري ايه؟ بامب من الافيلبل بامبس زي بالظبط كده من الفرد هيعمل من الافيلبل هيعمل كده؟ طيب كان طبعا يعني ايه الحاجه دي بقى؟ قدامك حاجه من مين؟ تشتري بامب اقوى سنه من اللي انت عاوزها، تشتري بامب ايه؟ اضعف سنه من اللي انت عاوزها، خلاص؟ طب انت عاوز تعوضه على طول. ايه اللي هيحصل لو اشتريت بامب اضعف سنه؟
اللي هيحصل؟ عاوز ناس تشتغل. بص قبل كل ده هنقعد نحط فيه لمده اسبوعين ثلاثه بمعاملاتي وكرمالي وهنحس كل حاجه تمام؟ بس لو انت حسيت بموضوع جبته هتستعير هتريحني الحمد لله هنحفظه تمام؟ استعير. لو انت بقى فرد الفم ضعيف ايه اللي هيحصل؟ هتشتغل السيستم هيشتغل هتشتغل الكهرباء ما هتمشي بس هتمشي بايه؟ بكيو اقل من اللي نفسك فيه. طيب طب كيو اقل من نفسك فيه هل ده مقبول؟ واحد ممكن يقول لك ممكن يبقى مقبول ممكن يبقى مش مقبول. ايه ده ازاي؟ قال لك خد بالك بقى من حاجه لو مشيت بكيو اقل الراجل التارجت بتاعك اللي بيفتكر هو عاوز يجي فوليوم معين في اليوم صح ولا لا؟ خد بالك انت ايه؟ خد بالك؟ طيب بس هو قال لك اشتغل الافريج كام؟ 16 ساعه. ماشي يعني لو حاجه بسيطه ممكن تمشي يعني صح هنعكس عليها ونعمل ايه؟ هنشغل اليو اقل يعني في الحقيقه بس عشان ندي نفس الفوليوم هنضطر نزود عدد ساعات التشغيل فهمت بقى الفكره دي؟ بدل ما نشتغل 16 نشتغل كام؟ 17 16 ونص حاجه كده يعني خلاص؟ لو ده مقبول خلاص هو واي نوت تشيل الكرومه بتاعتك. طب لو جبت الكرومه القويه ايه اللي هيحصل؟ بالعكس الكرومه القويه هتمشيني الفلو كان فلو ريت 120 في الثانيه في الماسوره اكتر من اللي نفسي خلاص كده؟ فده هينعكس على ايه؟ ده مش معناه ان انا هشتغل برضه 16 ساعه ويجي راجل 13000 لتر بتاع ميه هجيله منين؟ مش ده اللي هيحصل. اللي هيحصل ايه؟ ان انا الفلويد الزياده ده هقلل عدد عامل التشغيل عشان برضه اوصل مين؟ الفوليوم اللي هو 10000 لتر بتاع ميه في اليوم. مفهوم كده يا جماعه الفكره ماشيه ازاي؟ فبرضه ايه؟ هنا هنفلكس بالنقطه مع بعض تمام؟ فانت بتديني ديزاين وليك ريكوايرمنتس تمام؟ وليك ريكوايرمنتس على اساس الريكوايرمنتس دي انت عاوز تدي الفوليوم عدد ساعات معينه انا حسبت ان هي الحدود للبامب. لما جيت اشتري البامب ما لقيتش الليل ده بالظبط، طبعا انا بقيت يعني الناس كلها بتقصد صح ولا لا؟ بس ما لقيتوش، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ايه؟ هنا بقى ليك كومبرومايز بقى، هنقول للراجل اسال سؤال، الراجل هو صاحب السيستم، هل ترضى ان انا اجيب البامب ضعيف شويه؟ في الحاله دي هنضطر نزود عدد ساعات التشغيل، من كيو ايه اللي هيحصل؟ هنضطر نشتغل اكتر شويه عشان نحقق لك الفوليوم بتاعك. ولا ده مش مقبول، ممكن يكون مش مقبول يقول لك لا نهبل انا عدد ساعات لا يجوز ابدا تزيد عن 16 ساعه، ممكن يقول لك كده في المساله. لكن ما ينفعش ابدا تزيد، يبقى معناها ايه؟ حل الاوبشن بتاع الترومبا ضعيف ده مرفوض تماما، لازم تجيب الترومبا الايه؟ الاقوى، مالهاش حل. طيب في الحاله دي ممكن تبقى الترومبا الاقوى، طب هتعمل ايه الترومبا الاقوى؟ هتاخد انتيجات اعلى، صح كده؟ فبالتالي الفلو ريت اللي هي تشيل تكوين في السكن يبقى اكبر. اوكي؟ ده العوض اللي بقى على طول. تعالى ساعات تشغيل، قللها شويه بحيث تجيب نفس البوينت اللي هو ايه؟ 10000 متر مكعب نعم. لا سيبك من كل المصوره دلوقتي، انا ما بحتاجش خالص كل المصوره، انا بالنسبه لنا الحسابات دي المصوره اللي عندك بتاعها جيفن. تمام؟ لغايه دلوقتي لقيت المصوره ايه؟ جيفن، تمام؟ طب انا عندي ديزاين حط كل ده النهارده. السيستم كله على بعضه هيبقى فيه تراك ما بين كل المصوره، هيبقى معاها طبعا في الايه؟ في الاختيار، كانت بتحكي عكس بعض في الاختيار في الايه؟ في السيستم، بس انا دلوقتي قلت لك ان لقيتها جيفن، لقيتها بتاع المصوره ايه؟ جيفن، حد مش فاهم؟ حد مش فاهم يا جماعه؟ حد مش فاهم؟ طيب خد بالك معايا بقى نرجع بقى هنا للقانون ده انا ليه قلت الاتش ستاتيك بيساوي نزول هيدروجين لاند ديزيشن ناقص نزول هيدروجين لاند سورس ليه قلت الشغل ده ايمج لاند يعني زي ما احنا متعودين ليه بقى؟ بص معايا يعني مش كل الكيسز انا بدي ميه من تاني لتاني مش دايما يعني مش دايما اوكي طب ازاي بقى فهمني يعني بص يا سيدي ممكن يكون انا عندي مصدر الميه عباره عن ماسوره في الشارع وانا بسحب منها وحاطط بامب عشان اطلع الميه لخزان علوي فوق سطح عماره بالمنظر ده. وادي ضغط على الخزان وادي عماره عماره سكنيه. دي بالنسبه للعماره صح مهم قوي تمام ماشي؟ طيب طب في الحاله دي ايه اللي في الصف؟ احنا ممكن نقول لك كلمه واحده انت عاوز تحط ايه؟ ما الميه اللي هي اصلا في الشارع فيها بريشر صح ولا لا؟ صح؟ المية في الشارع في مسيرة الشارع في الحكومة فيها ضغط ولا لا؟ فيها ضغط صح؟ طيب بس الضغط ده لسه ضعيف. القيمة دي اللي هي فين ايه بريشر في عظامة اللي موجودة في السورس بتاع المية، خلي بالك فين السورس؟ ده السورس أصلا. تمام؟ وده الديستنيشن. الديستنيشن هو ايه؟ الصوت أنا عاوز أوصل ليه المية، أوكي؟ طيب أنا عاوز أخد المية من تحت أو ليها فوق، طب أنا لو ما جبتش فوق خالص إيه اللي هيحصل؟ هل المية في الشارع هتطلع لحد فوق؟ لا مش هتطلع عرفت منين؟ قليل اهو الضغط ده قليل اخره خالص هيطلع لك الميه لحد الليفل ده تمام؟ اكتر من كده لا ما مش هتقدر تطلع ليه؟ الضغط ايه؟ الماسوره قليل اذا الضغط يلا في الضغط طيب في الليفل ما هتطلع له قلنا كده المره اللي فاتت صح؟ حد فاكر؟ الميه ماشيه في الماسوره تحت ايه؟
جوه الصوره اللي هي الصوره المضبوطه مضبوطه، والضغط ده بيأثر في جميع الاتجاهات صح؟ قلنا ان ده المره اللي فاتت تمام؟ لو جينا قررنا من الصوره كله تمام؟ لما يطلع لحد ما يشوف ايه؟ الهيدروليكية حسب ايه؟ البريشر اللي جوه الصوره تمام؟ طب انت هتعمل ايه؟ اكشن انت عشان تدي فرع على التجربه تدخله فوق المصوره صح ولا لا؟ بالنسبه للمصوره الرئيسيه الفلو ماشي كده صح؟ الماسوره الطبيعيه رايحه للبيت فورم يعتبر فورم الماسوره الرئيسيه، فالميه هتطلع فيها المنسوب مين؟ الهيدروليكية لاين، فالبريشر اصلا غالي، فالمنسوب الهيدروليكية لاين الكافي ان هو يديك ايه؟ يطلع لك الميه فين؟ لحد فين؟ الدوره الاخيره، فلازم تعمل ايه بقى؟ طن، شفت بقى اللي هي الكيسه المطلوبه للطن، ليه بقى؟ عشان ازود الانرجي في الميه بحيث تبقى كافي انها تطلع لحد فين؟ تطلع لحد فوق، التزام الفكري، نعم. ما هو ده الفكره، ما ده عشان كده احنا جايبين القانون الهيدروليكي ليه بقى؟ لان دلوقتي مطلوب الميه توصل من فين لفين؟ البامب مطلوب انها توصل الميه من فين لفين؟ المطلوب من البامب انها تكمل فوق البريشر اللي بيبقى صح ولا لا؟ خد بالك؟ يعني مثلا افترض البريشر المطلوب في الماسوره الرئيسيه 2 متر او 10 متر بريشر، اوكي؟ وانت عايز توصل فوق والليفل فوق ده 100 متر مثلا، هل دي البامب دخلت من زيرو لحد 100؟ ولا اوريدي استفدت فيها عندك 10 متر في الماسوره او 20 متر في الماسوره؟ سبلهم فالبامب بيكمل على المفروض صح ولا لا؟ المفروض الانرجي اللي هتديه بامب للميه هيضاف على الانرجي اللي اوريدي الميه جايه بيها من الحكومه. اوكي؟ عشان كده لما نيجي نحسب الحساب التاني تمام كده المره دي هناخد منين؟ من المنسوب ده، ده اللي هو منسوب الهيدروليك، ده منسوب الهيدروليك جريد لاين في سورس. تمام؟ الميه جايه لك اصلا بالبريشر هو ده اللي بيضاف لحد الدور التاني. طب انا عاوز اطلع بقى الدور الثالث والرابع والخامس، اجيب بامب تختل بقى من دول تاني لحد ما اطلع لك ايه؟ الاكل، مش تاخد الدور دي، تاخد من دول ايه؟ التاني، انا فاهمين الفكره؟ نعم. احنا المفروض السرعه اللي هي السرعه علشان انت ما استغلتش مركبه السرعه في السيستم بتاعك. صح ولا لا؟ انا كنت بطلع من بالي، لو انت عارف ان السرعه ماشيه كده تمام؟ في فراغ دور كده المايه هتطلع لحد ما تشوف الهيدروليك المايه، بس اسيب ورقه الكوبري. لكن لو فرغت الفورم بتاعك بالمنظر ده اللي هي دي في التيوب وبالتالي استغليت سرعه الميه عملت لها انسجنيشن الميه هتطلع من التيوب دي ليفل اعلى الفرق ما بين الدول ليفلز هو مقدار الدي سكوير على واي سي خد بالك معايا من حاجه الفيلوسيتي اللي انت بتتكلم عليها هي اللي انا بتكلم عليها انا اللي بتكلم عليها هي سرعه الميه في الاتجاه الايه؟ العمودي سرعه الميه في الخط الرئيسي المنصوره اللي بتاعت الحكومه السرعه بقى في الاتجاه دي حاجه خالص دي حاجه ثانيه معايا ولا مش معايا؟ اوكي؟ طيب خلينا نكمل بقى دلوقتي طب هنا بقى في الداون ستريم فين بقى المنسوب اللي انا عاوز اوصله؟ المنسوب اللي انا عاوز اوصله فين؟ المنسوب اللي انا عاوز اوصلها قال لي منسوب فين منسوب الهيدروليكية لاين ديستنيشن فين؟ هل هو منسوب الميه المتزلجه ولا منسوب مخرج المنسوبات؟ خد بالك معايا بقى حاجه مهمه بالنسبه لنا الميه خارجه في الهواء صح ولا لا؟ الميه خارجه لازم على الخزان فوق مش داخله من تحت خد بالك معايا من الحته دي اوكي؟ طيب فبالنسبه للبامب او بالنسبه للسيستم الميه خارجه في الهواء، الميه خارجه فين؟ في الهواء، وفي واحد جاي بتشرب بعد ما الميه خرجت في الهواء خلاص، خرجت بره السيستم، واحد جاي بتشرب كده من تحت بيلم الميه دي. فلو اتغير منسوب الميه في الخزان ده لا يؤثر على الشغل بتاعي خالص في السيستم، صح ولا لا؟ انا مش شايف الخزان ديسكونكتد، صح ولا لا؟ الميه خارجه في الهواء وبعد كده راحت تعمل في الايه؟ في الخزان. فانا مطلوب مني البامب ان انا اطلع ميه لحد منسوب ايه؟ مخرج الماسوره، لحد منسوب مخرج ايه؟ المصروف مش كده يا جماعه؟ اوكي؟ فاذا يبقى الحاجه لو جيت بسمع صوت الانرجي لاين كنت بتعرف ازاي؟ يبقى جاي من هنا كده وبعدين كان في لوسز وهيبقى جاي كده في شويه فريكشن لحد البامب وبعد كده في عندك ايه؟ الحته بتاع البامب كتير قوي وبعد كده بيدوس شويه فريكشن لحد فوق وبعد كده في اكسيد لوسز في الاي تي سيستم تمام؟ فالمنسوب ده هو ده منسوب الهيدروليك جريد لاين ده منسوب الهيدروليك جريد لاين ات ديستنيشن خلاص؟ مش كده يا جماعه؟ فلو قدرت تحسب لي الاتش ستاتيك في الحاله دي على البامب، ايه الاتش ستاتيك اللي على البامب؟ اللي هو من فين لفين؟ من منسوب الهيدروليك جريد لاين ده لحد منسوب الهيدروليك جريد لاين اللي هو مخرج الايه؟ مخرج المنسوب، مش كده يا جماعه؟ عشان كده لو الكلام ده كان هيتقال في بسيط السكشن ان شاء الله، هنحل مسائل كتير، في مسائل كده ومسائل كده تمام؟ عشان احسب هذه الكويت من البامب، لازم اعرف ازاي اقدر الاتش ستاتيك تكون صح، تمام؟ ايه الاتش ستاتيك او الستاتيك اللي مطلوب من البامب عشان تصل بره الميه، عشان تصل بره الايه؟ سؤال تمام؟ فالقانون اللي شرح كل الكيسز هو القانون ده. شوف منسوب الهيدروليك جريد لاين، شوف الهيدروليك لاين. في الديستنيشن فين؟ ومنسوب الهيدروليك جريد لاين السورس اللي انت بتسحب منه فين؟ وتعرف من بعض يديك الايه؟
الستاتيك ان المدول الضغط ده غالب عليه ماشي كده؟ جاي بقى؟ كان عنده مشكله في الرقم؟ اه ليه؟ لحد ما اشوف مصور عشان انا بخرج المايه مصور لما اخد بالك معايا لو انا اديت بس هيك لحد اللي النقطه دي هلاقي تاني تاني فريش مش هينفع المايه مش هتعرف تخرج من المصور اوكي لازم ادي هيك لحد ما اخرج المصور هنا بالظبط او في الاتموسفير عكس خالص الخزان في المايه الاساس بتاعي خلصان على مخرج المصور الباقي ده كله شويه حاجات زياده واحد بس بدل ما الميه تنزل وتنزل على الناس في الشارع جاب لها نزال دش كده وقال لها كلمه الميه انا مش حاسس بيه ولا شايفه ولا فارق معايا حاجه انت حاسس بيه لو انا داخل تحت منصور الميه يعني لو انا داخل تحت الخزان ده كده يعني مثلا منصور طالع كده والخزان عامل كده اي منصور ميه اهو داخل على الخزان من تحت اه الحاله دي انا بشوف الهيدروليكية اللي انا بعمل انا بكتبه بوصل الميه لحد منصور الميه في التاني تمام؟ لكن انا مش كده، الكيس عندي لا مش كده، الكيس عندي ان انا داخل من منصوره فوق من زوم الميه، صح ولا لا؟ فانسى بقى خالص ده ولا فارق معايا ده يبقى واطي يبقى فاضي يبقى مليان مش فارق معايا، انا بتفرج الميه على مين؟ على الليفل ده. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للهيد كوارتر، خلاص؟ طيب هل نفس كده بيبقى مطلوب منك لو مطلوب شيء بامب تقول له انا عاوز اهد كذا تقول لك لا القدرة بتاعت البمب تبقى هيد وكيو صح ولا لا؟ هيد وايه؟ وكيو انت عاوز البمب تدي لك الهيد ده عند كيو قد ايه؟ صح ولا لا؟ تفرق لو انا عاوز بمب تدي مثلا 100 متر هيد بس الكيو بتاعتي نص متر مكعب في الثانية غير لما تدي نفس ال 100 متر بس 10 متر مكعب في الثانية صح ولا لا؟ اكيد حجم البمب ايه؟ هيختلف عشان كده قال لك لا الكيو في بمب ما ينفعش تحدد بمب الهيد الكوارد لازم تحدد ايه؟ تو ثيرز اللي هو الهيد الكوارد المطلوب من البمب ومين تاني؟ والكيو ريكواير اللي هي الكيو ديزاين اللي هي الكيو ديزاين صح كده؟ اللي انت نفسك فيها والله نفسي فاهم تديني هيد السيستم اللي كده عند الكيو دي اللي هي الكيو ديزاين انا نفسي امشي فيها الايه؟ السيستم ده الحلم بتاعي ده الحلم ايه بتاعي لما تروح للراجل بتاع فامس تقول انا عاوز فامس الهيد كذا والكيو كذا يقول لك لا انا ما اعرفش الكلام ده انا عندي توصلات ما بتوصلش للهيد والكيو بتوصل للايه؟ بالباور بتاعته طب الباور بيحسب ازاي؟ حد فاكر الباور؟ فاكر كلام الكيو ديزاين ستة كذا نايم تمام؟ طب بيقول لك ايه؟ الهورس باور او الباور عباره عن النظام بتاعت الفلويد مضروبه في الكيو في الهيد. طيب المطلوب من البامب تديه جوه السيستم هو الكيو ديزاين في مين بقى؟ في الهيد ريكواير الباور صح كده؟ الهيد ريكواير الايه؟ بتاع الباور صح كده؟ ده المطلوب من البامب انك تديه جوه الايه؟ جوه السيستم تمام؟ طب اليونتس ايه بقى؟ اليونتس ايه؟ انا لما اعوض البامب اللي في اليونتس قوي ب 9810 نيوتن في الميجا كيوب ونحط الكيو بالميجا كيوب في الثانية ونحط الهات بالميجر يطلع الكلام ده بالواط مش بالكيلو واط يطلع بالواط تمام كده؟ طب لو انا عاوز الحصان ما راجل يشتري تقول له عاوز واحد حصان 5 حصان 10 حصان صح؟ في معادلة يحول يقول لك والله اقسم ده على كام؟ على 7 4 6 يحوله لايه؟ الحصان يعني لو سبت الواط ده خمس صور لما تحسبه تاني هو عباره عن 6 اهو بنفس الكيو ديزاين الهيد ريكواير بتاع البامب بس حاسس الكلام ده على 7 4 6 يطلع نفس الكلام بس المره دي بقى بالهورس باور بالحصان تطلع بقى 3 حصان 10 حصان طبعا 3 حصان 5 حصان 10 حصان ده في البيوت تمام لكن لما تيجي بقى تنقل الميه بقى من خزان لخزان في القاهره للبيوت ممكن تنزل محتاج 200 حصان ارقام كبيره بقى فممكن تلاقي نفسك ايه؟ 1 بامب مش كفايه يقول لك خد الدين بامب 5 يساعدوا بعض فاهم قصدي؟ الكلام ده هناخده ايه؟ قدام شويه طب لما تيجي تشتري البامب تلاقي ان الباور اللي انت عاوزه ده مفيش ولا بامب تقدر تديهولك هتضطر تعمل ايه؟ تاخد اكتر من واحده وتركبهم مع بعض يا اما بقى سيريز يا اما انفرد هنشوف هنشوف القصه دي ايه مع بعض كده تمام؟ المهم خليك واحده واحده معانا احنا مساعدين على ايه؟ ماشيين واحده واحده اوكي؟ طيب ده هو الروس باور اللي هو المطلوب ان البامب تيجي جوه السيستم تمام؟ طيب بس اي سيستم في الدنيا اي بامب اي ماشين يعني اسمها تيربو ماشين صح كده؟ ليها لوسز فيها لوسز بتحصل جواها ليه؟ لانها بتحول من شكل طاقه الى شكل طاقه صح ولا لا؟ الطاقه اللي جايه لك طاقه ايه؟ كهربائيه صح كده؟ بتحولها في الاخر لطاقه ميكانيكيه بتعدي الاول على الموتور والموتور بيلف الريش بتاعت الايه؟ بتاعت البامب في الاخر خالص انت جوه السيستم عاوز النت هو ده صح ولا لا؟ ده انت عاوز في الاخر ده اللي يحصل لك جوه السيستم لكن لما تيجي تقول لي طب احسب لي بقى البامب دي سالب الكهرباء قد ايه؟ اقول لك لا دي كفاءه لازم يكون معانا في الاعتبار في لوسز صح ولا لا؟ طب اللوسز دي ماشيه ازاي؟ ده كل ده حاجات بتسبب مش الاغاني في الايه؟ في الاسبوع تمام؟ هقول لك الجون عامل قد ايه؟ المفروض ان في عندك موتور حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ موتور ده اللي بياخد
الحصان نفسها والشركات فهو الوسيله تمام اللي هي الريش بتاعت الايه؟ بتاعت الحصان خلاص كده؟ وفي الاخر خالص الحصان دي بتدي السيستم اللي هو الحصان اللي انت بتتكلم فيه تمام؟ ركز معايا فيقول لك في لغز بتحصل في الحصان وفي لغز بتحصل في الموتور تمام معايا فاذا لو انا عاوز جوه السيستم يجيني 50 حصان اللي هي لغز الهورس باور لازم ادي للبمب اكتر شويه حاجه اسمها ميكانيكا الهورس باور او حاجه بيسموها الشط هورس باور اس اتش تي او ام اتش تي اعلى شويه من الموتور هورس باور خلاص؟ طيب تمام وبعدين هلا في كمان لغز بتحصل في الموتور اللي هو بيحول الطاقه الكهربائيه لطاقه ميكانيكيه المعمول اللي لازم تاثر اللي هي البمب فانا لو عاوز ادي للبمب ميكانيكا هورس باور او شط هورس باور لازم تسحب من بره الكتريك هورس باور اكتر شويه تمام؟ طب حلو طب تعالى ركز معايا لو انا اوريدي حسبت السيستم بتاعي انا محتاج موتور هورس باور وقت ايه؟ انا خلاص انا عندي رقم ده وفي واحد قال لي طب لو سمحت قول لي بقى انت عايز بقى قد ايه علشان اعمل حسابي على توزيع الكهرباء هل انت محتاج كابلات كهرباء كتيره ترانسفورمرز فاهم قصدي؟ عاوز احسب برضه استهلاك الكهرباء بتاع الكهرباء هيبقى عامل ازاي؟ اقول له اه انا ممكن اقدر بقى ايه هيبقى اكبر ولا اصغر؟ الرقم ده هيبقى ايه؟ اكبر طبعا من الرقم اللي هناك بقيمة ايه بقى؟ المحتاج الافشنسي بتاع مين؟ بتاع السيستم بتاعك صح كده؟ طيب فالناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك الميكانيكال هورس باور تمام كده؟ بتساوي الووتر هورس باور مقسوم على ايتا بامب كفاءة البرومو خلاص كده كفاءة البامب بس اللي هي الكفاءة دي بنحول من ده لده يعني كفاءة بتاعت البامب خلاص كده؟ طيب بعدين وقال لك الالكتريك هورس باور عباره عن الميكانيكال هورس باور اللي بتاعت منه مقسوم على ايتا موتور، الموتور اللي هي كفاءة الموتور، الموتور نفسه دي كفاءة، فبحول من الطاقة دي للطاقة دي عن طريق الكفاءة بتاعت الموتور، ايتا موتور، صح؟ طب انت شايف ده بقى ماليش دعوة بقى بالمكسر في النص، صح ولا انا عاوز ايه؟ عاوز على طول من ده لده، خلاص كده؟ من ده عكس ده، فأنا في الحالة دي بحول من ده لو انت عارف الرقم ده، هتيجي ده على طول بحاجة اسمها ايتا توتال، ايتا توتال هي ايه بقى؟ الكفاءة الكلية للسيستم اللي انت بتجيبه صح؟ اللي هي عبارة عن ايه؟ حاصل ضرب الايتا موتور مضروب في ايتا ايه؟ فاهم خلاص في الاخر خالص انت بنوصل من قصه القانونين دول بنقول ان الكتريك فورس باور تمام كده اول استهلاك البامب بتاعك الكهرباء او اللي محتاج له الكهرباء عباره عن الوتر فورس باور اللي هي نفسك فيه في السيستم مقسوم على مين؟ على ايتا توتال اللي هي عباره عن ايتا موتور مضروبه في ايتا بامب الكتريك ده اللي هو اسمه ايه؟ ايتا توتال ايتا توتال طب الارقام دي جايبه لك ايه؟ بيقول لك تقريبا كفاءه الموتور بتبقى 65 ل 98% لكن كفاءه البامب ممكن توصل ل 85% فالتوتال افشنسي ممكن تبقى 82 80% دي النقص الحلوه تمام؟ طبعا انا شفت الموتور بقى 50% تفهم ايه بقى على طول؟ دي طاقه مستعجله صح كده؟ قديمه مهريه الراجل عاوز ايه؟ دهان كده لبره بالبويا فانا عاوز استعملها تاني في الايه؟ في السيستم بتاعه فلما تيجي تخرج بره وتتفرج على كفاءه البامبس النهارده التكنولوجي بتاعت البامبس وصلت ان الايتا توتال دي بتبقى 85 ل 87% خلاص كده؟ ما تقبلش باقل من كده، ما تقبلش باقل من كده ليه؟ ان الفرق اللي هو 15% ده لوسس صح ولا لا؟ في طاقه انت عمال تسحبها ما تستغلهاش جوه السيستم ما تستغلهاش جوه الايه؟ السيستم فدي اوفر بيردن عليك جوه الايه؟ جوه السيستم بتاعك ماشي كده؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ نعم لا تضربهم ما تضربهمش تضربهم فهو عوض فيه هو دي طيب عوض فيه هو دي بص استنى لو شيل الكاميرا اللي هو دي وحطها للناس اللي بعد هنا فوق فاهم قصدي؟ فاهم قصدي؟ حط طلع بقى اللي هو الكورس كور نزلت الناحيه الثانيه وضربت الفيديو في بعض ماشي؟ حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ كلامك سليم جدا جدا طبعا مفهوم بس هي الفكره ان هو مع الوقت كفاءة بتقل تمام مش بس كفاءة البامب بتقل كمان المواسير بتبقى ارشف فاهم قصدي كمان المواسير بتبقى ايه؟ بتبقى ارشف اوكي طيب طيب بيحصل ايه بقى؟ المفروض وانت بتصمم السيستم ممكن تكسب الريكوايرمنتس تاخد دفع في بره وانت بتصمم تمام بتعوض الفريكشن لوسز بتاع المواسير القديمه وكذلك الراجل اللي هو بيديك كفاءه بتاع السيستم بيديك كفاءه توتال لما المواسير لما الشغل تهدم فاهم قصدي؟ بحيث انت تبقى عامل حسابك عليها لما السيستم يقدم ده اسوء حاجه ممكن ايه؟ ممكن تحصل. هتفاجئ بقى لما انت بقى مشغل سيستم جديد النهارده الدنيا احسن بكتير. تمام؟ ماشي مش مشكله مفاجاه سعيده مش مفاجاه تعيسه صح ولا لا؟ فاهمين؟ فاهمين الفكره؟ حد تاني؟ حد تاني يا جماعه؟
هتلاقيني قصه لطيفه قوي على فكره، الموضوع مش صعب. تمام؟ طيب هل نفس كده؟ لا ده واحد بقى قال لك لو انا جبت البامب دي شغلتها هتسحب قرار بكام جنيه في السنه؟ يعني عاوز بقى فلوس بقى او هتسوي بالفلوس. تمام كده؟ تسحب كهرباء كام جنيه في السنه؟ على كوست مبدئيا طالما بيتكلم على سحب الكهرباء يبقى يسيب خلاص كل ده. بيتكلم على ايه تاني؟ الجزء اللي بيتعامل مع الكهرباء وسحب الكهرباء هو ده هو اللي يفرق ايه؟ كوست كار. تمام كده؟ طيب فبيقول لك ايه بقى؟ لو عاوز يحسب استهلاك الكهرباء بالفلوس من عين سيبوه للفتاة وعارف ازاي؟ هقول لك ايه بقى؟ الكوست ده بيسموه سي 3. انا هجيب سي 3 عشان في حاجه 2 في سي 1 هنعرف الكلام ده قدام. تمام؟ ده اسمه الكوست الكتريك باور كونسامشن استهلاك الكهرباء. خلاص كده؟ طب ماشي البوست بتاع استهلاك الكهرباء ده كام يعني؟ كيلو فول كهرباء قد ايه؟ ده البوست الجي بقى. حضرتك دلوقتي بتكسب الكور بتسحب عليه الكور سكور هي كام بقى؟ قالك هي عباره عن باور في الكيو ديزاين واللي هي بتاع الباور. صح كده؟ منسوب على 7 4 6 مضروب في الايتا توتال. صح كده؟ ده رقم انت بتسحبه بالحصان. تمام؟ قال لك بس الكهرباء بتحسب الكيلو وات ساعه صح ولا لا؟ انا عاوز ارجع الحصان ده اللي هو تاني. فاهم قصدي؟ ارجعه تاني لمين؟ للكيلو وات مش للوات. اوكي؟ فكان المفروض ما نزلش على 7 4 6. فهعمل ايه؟ هقوم ضارب في 7 4 6 تاني واقسم على 1000. ماشي؟ يعني ده الترم ده هتكلم مع مين؟ مع الترم ده. يبقى كاني حسبت ده على الايتا توتال بالوات على طول بتاع الوات. تمام كده؟ بقسم على 1000 عشان يبقى بالكيلو وات، عشان يبقى بالايه يا جماعه؟ بالكيلو وات. تمام؟ فالكهرباء معروف ان ليها سعر كيلو وات ساعه، صح ولا لا؟ يقول لك والله سعر كيلو وات ساعه مثلا 50 قرش 20 قرش 20 قرش، ده سعر كيلو وات ساعه. تمام؟ فانا عاوز اعرف السعر بتاع ده مستمر لكام؟ مستمر لكام ساعه؟ صح ولا لا؟ مستمر لكام ايه؟ لكام ساعه. تمام؟ طيب فانا مستمر قد ايه؟ مستمر في اليوم لعدد ساعات تشغيل الشديد لاين، صح ولا لا؟ اللي هم 16 ساعه. اوكي؟ في اليوم بسحب هذه القيمه كيلو ساعه. اوكي؟ طيب انا هشغل بقى قد ايه بقى؟ هشغل كل يوم خلاص مش هريح ولا يوم في السنه. انظر للكلام ده في خصوصيه 65 يوم. الرقم ده كله على بعضه عباره عن ايه؟ ده مجموع استهلاك البمب بكيلو وات ساعه بس في السنه، صح كده؟ في عدد ايام الايه؟ السنه. طب عاوز الكلام ده فلوس، حضر الكلام ده فين؟ في سعر الكيلو وات ساعه الواحد كده، خلاص؟ انظر الكلام ده في البرايس اوف 1 كيلو وات اور. هيديني رقم في الاخر عباره عن جنيه في السنه. ليه في السنه؟ ليه جنيه في السنه؟ عشان الدولار في عدد ايام عدد ساعات تشغيلها في السنه. طب لو انا بحسب لك فلوس الكهرباء الحكيمه في الشهر هي هي اللي بتصدر النهارده في 165 حوالي كام؟ 30 يبقى هي استهلاك الكهرباء بتاعتي في ايه؟ في شهر واحد بس. ماشي؟ حد تاني؟ مش فاهم؟ هشرح تاني، هقول تاني الكلام ده لما نيجي نشوف الايه في السلايد. هنا احنا هنا انا محتاج بمب ليه اصلا من الاول؟ ها؟ ايه اللي خلاني اقول ان انا محتاج بمب كمان؟ في نفس كبير اه بمب صح ولا لا؟ قصه فلسه في حاجات تانية اكتر من كده. تمام؟ بس ايه اللي خلاني اقول ان انا محتاج بمب كمان؟ ان انا عاوز اوصل ميه للرعد، صح كده؟ عاوز اوصل ميه من خزان ايه؟ من خزان دي، اوكي؟ في الحاله دي لقيت ايه بقى؟ لقيت ان انا لو ما حطيتش بمب ميه ترجع، فقلت لازم احط بمب مطلوب ان انا ايه؟ حاجتين، اتغلب اولا على فرق الاستاذ كيف؟ توقف الميه، ثانيا بزوق الميه في الاتجاه الايه؟ المعاكس تدي طاقه للميه على المقدار اللي هي معاها، سيجما بيت بطس ان في الدور ايه؟ الدور ماكس، مش كده؟ وعرفنا بقى الكيس المختلفه وقلنا الكيس 52 تمام؟ كيفيه حساب الاستاذ كيف؟ ان مش زي لما بتسيب الخزان ممكن يبقى عندك حاجه معقده شويه يبقى عندك مصدر ميه عباره عن صوره وبتبص فوق خزان فوق سطح الميه في الخزان الحاله دي حته الاستاذ كيف ايه بتتغير شويه خلاص. طيب هل بس الكيس الوحيده ان انا احط فيها بمب ان انا محتاج ان انا ارد الميه العالم؟ قال لك لا بص يا زين تخيل معايا السيستم الاولاني ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، ده احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت. لو مصدر الميه اعلى اصلا اوريدي من الايه؟ الستيشن. فاوريدي في مين بقى؟ فرق مسوق صح كده؟ اللي هو دلتا اتش. فاوريدي الميه بتتحرك. اوريدي الميه ايه؟ بتتحرك صح؟ طيب لو انا قلت لك انا عاوز اوصل برضه في تو تانكس فوليوم معين، تمام معين مثال تمام؟ الفوليوم ده انا عاوز اوصل كيو ديزاين رقم معين، انا عاوز اوصل فوليوم 10000 مثلا من بتاع اليوم. فعدد ساعات تشغيل برضه 16 ساعة. خلاص كده؟
تحت سنة. خلاص؟ خليك معايا بقى. جه السيستم ده قال لك ايه بقى؟ قال لك طب لو كانت الدايمتر جيفن، لو كانت الدايمتر جيفن، خلاص كده في الحالة دي اللي هيحصل؟ في الحالة دي اللي هيحصل لو الدايمتر جيفن، احنا اتكلمنا دايمتر بكذا، خلاص كده في الحالة دي ايه؟ بيز على تلتا اتش اقدر اقسم الكيو على اربعة، خلاص كده؟ طب لو كانت الكيو دي اقل من الكيو ديزاين معناها ايه؟ ان الدايمتر ده صغير، صح كده؟ محتاج ان انا اعمل فيه ايه؟ اكبره، تمام؟ طيب خدنا بقى مساله ثانيه، قلنا لو انا عايز امشي كيو معينه، تمام؟ ايه هو الدايمتر المطلوب عشان امشي الكيو دي، صح ولا لا؟ قلنا الحل اللي احنا ايه المعادله ايه؟ كل تلتا اتش بتساوي سيجما الدايمتر ناقص، تمام؟ ونعمل فيها كمان الدايمتر عشان نوصل الدايمتر اللي ايه؟ الدايمتر المطلوب، صح كده؟ يكون عندنا كوميشن دايمتر بنختار ايه منها وهكذا، تمام؟ حلو كلام جميل. نفترض بقى الحالة بتاعها طلع دايمتر كبير قوي. يعني قال لك الدايمتر المطلوب عشان ماشي الكيو ديزاين يكون كيو ماكس كان ايه؟ كان بي عاوز 700 ملي دايمتر. الراجل قال لك لا انا معيش فلوس احول دايمتر كبير ده، لا اتصرف. انا اخري انا عايز 400 ملي بس. يعني معناها ايه الكلام ده؟ معناها الراجل مش هيحتاج دايمتر ده، فاكر دي دايمتر اصغر. طب لو غير دايمتر اصغر ايه اللي هيحصل؟ الكيو بتقل، صح كده؟ والسيول اللي هيبقى هتقل. طب ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ طبعا المشكله دي لان لما تيجي تاني مش هعرف اوصل الوايت اللي هو عنده، تعالى تعالى تشغيل الوايت شوف كده، صح كده؟ طيب انا بقى اتصرف، انا عاوز برضه الوايت ده نفس الحاجه ساعه التشغيل بس كان صغير. ايه ده بقى؟ انا عاملها زي سكه بقى، واحد عاوز بقى واحد سكه، قال لك لا مش سكه ولا حاجه، قال لك السيستم ده هندعم خزان ايه؟ في الدايمتر الصغير بكم صغيره كده. خد بالك معايا، نجيب بمب، تمام؟ نعمل ايه بقى؟ لقينا بالظبط بيزود الدرايفنج هيد في السيستم. بدل ما هو صغير على الاقل نفس المنشور بتاع المنشور بين التو تانكس، فبالتالي القطر اللي هو 40 ملي هيمشي كل ايه؟ لان نفس ال 40 ملي حصلت فار كيو اكتر، فاهم قصدي؟ هفوز ان انا امشي كيو اكتر. طب هعملها ازاي يعني؟ يعني الكيو زي ما فيش صح ولا لا؟ قال لا هجيب هيد زياده لبره يزود لي هيد تلتا اتش. يزودها لبره، اللي هو مين؟ اللي هي البامبس، تمام؟ فقال لك ليس ذات اخر البامبس. استخدام اخر ولا ايه البامبس؟ قد يكون في سيستم زي ده انا اوريدي، تمام؟ اوريدي بدات اتحرك من غير بامب، اوريدي بدات اتحرك من غير بامب، لكن الفرق المحسوب ما بين الناس مش فرق قليل قوي، صغير جدا، تمام؟ مش كافي انه يزق الفلو اللي انا عايزه، ولو كبرت الدايمتر هيكبر جدا جدا جدا، تمام؟ بشكل غير منطقي، احنا دي هنعمل ايه؟ لا صور بقى الدايمتر واعمل ايه؟ وراجل بامب، تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ الاستخدام اكتر من ايه للبامب. طب في الحاله دي ايه الهيد المهم للبامب؟ ايه ده؟ احسبه ازاي بقى؟ صح قوي بقى، صح كده؟ احسبه ازاي؟ ايه المطلوب من البامب دلوقتي؟ خلي بالك المطلوب ان انا امشي نفس الكيو ديزاين. طب ما هي الميه ماشيه من غيرها، لا خلي بالك من غير البامب امشي كيو اقل من الكيو ديزاين، صح كده؟ صح؟ انا عاوز امشي بقى مرات الكيو ايه؟ كيو ديزاين، تمام؟ طب ايه بقى اللي هي المطلوب من البامب؟ قال لك دي نفس الاكويشن، نفس الاكويشن ايه ده؟ نفس الاكويشن، نفس الاكويشن ازاي؟ ده زمان كان المطلوب من البامب انها تتغلب على الفرق المحسوب ما بين الكيو تانكس، صح كده؟ زي النوزلز ما بين التو تانكس. اللي هي محسوبه حسب الكيو ديزاين، صح؟ المهم لا تبالغ. ده الفرق المحسوب ما بين التو تانكس بيساعد البامب. بيساعد ايه؟ البامب، صح ولا لا؟ يقول لك ايه دوت الضغط؟ بيساعدها ولا الضغط؟ بيساعدها، صح؟ ففي الحاله دي بنعوض عليه النيجيتيف كونفيشن. ان بيتم طرح هذه القيمه من اللي هي المطلوب من البامب. خلاص ده بيساعد انه يحل اللغه على ايه؟ على البامب، تمام كده؟ خلي بالك معايا، خلي بالك معايا. لو انا مش فاهم الموضوع خالص، يعني انا بسيطه، مش هتلخبط بقى والاشارات بتاعتي زي ايه وبتاع. انا عوض القانون ده، تمام؟ الاشاره من غير ما افكر. السادس هي بتساوي ايه؟ الايكويشن. منسوب بي ناقص مين؟ الديستنيشن ناقص السورس. خلي بالك معايا، الديستنيشن ناقص مين؟ ناقص السورس. فين الديستنيشن هنا؟ المصدر، المصدر في مصدر اهو. السورس ده سورس. فين الديستنيشن؟ اهو. لما تطرح المنسوب ده من ده يتعرف نيجاتيف. يتعرفها ايه؟ نيجاتيف، خلاص كده؟ فده يساعد البامب، يساعد الايه؟ البامب، خلاص كده؟ خلي بالك معايا، في الحاله دي السيستم ده هلاقي ان الاتش ستاتيك بيساوي نيجاتيف دلتا اتش، بيساوي ايه؟ نيجاتيف القيمه بتاع دلتا اتش، اللي هي الفرق المنسوب ما بين الايه؟ ما بين التو تانكس، تمام؟ طب وهي المطلوب من البامب هو نفس القانون، اتش سكواير عباره عن اتش ستاتيك زائد سيجما اللي هي لوس. ايه ده؟ طب يبقى هو بقى هي هنا، حط دي ليه الدلتا اتش رقم مثالي؟ خلي بالك معايا حط الرقم في الايه؟ رقم مثالي، تمام؟ وسيجما نيت نوتس هو نفس الفيلم ده، هو هو.
وهو كده ومراجعه تاني. في الاخر خالص ايه اللي بيحصل؟ كان الاثنين دول بيتخانقوا مع بعض، صح كده؟ واحد بيضرب الثاني، واحد بيتخصم، والثاني بيبقى ايه؟ لان الليدر بيقول لك في الاخر نت مطلوب من الكومب قد ايه؟ اللي هو الليدر الكوير بتاع ايه؟ بتاع الكومب. خلاص كده؟ حد مش فاهم؟ وبالك معايا بقى، لو طلع معاك حاصل جمع الاثنين دول اللي شرحهم نيجاتيف معناها ايه؟ ان حضرتك خلاص كبير. ليه بقى؟ حسبت حضرتك ده معناها ان انت مش محتاج اصلا كومب. لو طلع الليدر الكوير بتاع الكومب معناها ايه؟ معناها ان الاتش سيلز لوحده قادر انه يتقال على الاسس اللي في الكومايند سيستم. صح؟ صح كده؟ مظبوط ولا لا؟ ايوه تمام كده تمام؟ فلو ده قادر ان هو يتقال على لوحده ما ترجعش للمعادله دي. صح ولا لا؟ المعادله دي ايه هي؟ قلت لها يعني بص اتش سيلز كوم يكون ناقص زد اتش زائد سيجما هي الاسس. لو انا قلت مش هحط فاهم خالص يبقى اتش سكواير فاهم بتساوي كام؟ زيرو. وادي نيجي لدلتا اتش الناحيه الثانيه فهي ايه معادله؟ هتعمل زي دلتا اتش بتساوي سيجما هي بص. يا نهار ابيض ايه يا عم ده طلع فينا جوه الفكره ايه اللي بيحصل؟ صح كده؟ كله ولاد في بعض كله مرتبط بايه؟ في بعض. ماشي يا جماعه؟ ماشي؟ لو اصلا كان دلتا اتش قادره انها تتكلم على ايه لوسز يبقى انت اصلا مش محتاج فاهم. طب انا ليه محتاج فاهم بقى؟ ان اللوسز اكبر من غير الكاتب. انا عاوز امشي كيو اكبر من اللي تقدر الدلتا اتش انها تمشيها. خلاص كده؟ فاللوزز السيستم اكبر من الدلتا اتش فقط كمان. فانا محتاج ارعم بمين؟ بالهيد كويس اكبر. لما اجي احسب الهيد كويس اسيبه ازاي؟ هو عباره عن لوزز مطبوع منه رساله كده. ان شاء الله صح ولا لا؟ عشان ايه؟ ده يساعد البامب. الدلتا اتش فعلا بنشوف بيساعد مين؟ بيساعد البامب. مش كده؟ حد مش فاهم؟ خلاص؟ خش بقى على ايه؟ على الفرنس. ماشي؟ طيب بصوا يا جماعه كل اسئله ايه هي الفوائد الخمس فانكشنز اوف الخمس تمام كده؟ واضح يا جماعه طيب طبعا انواع الخمس هنشتغلها وانواعها وبتشتغل ازاي اصلا الكلام ده المره الجايه ان شاء الله يعني النهارده بس ناخد الفكره اللي هي العامه احنا ليه محتاجين خمس والخمس دي لو حبيت ان انا لو انا محتاج خمس كده هحسب الاحتياجات ده ازاي؟ ان السيستم ايه اللي جاي؟ المره الجايه هنتكلم بقى عدد الفانكشنز اللي بتتكلم في الخمس ونخش جواها ونشوف بقى الكاركترستكس بتاعتها بتشتغل ازاي واشمعنى وازاي بقى لما تدخل الكهرباء وتطلع منها ازاي الكلام ده بيحصل ازاي فاهم قصدي الكلام ده بيحصل ده الكلام ده ايه المره الجايه ان شاء الله تمام هاو تو تيرم سبيسيفيكيشن اوف بامب اور بايب لاين كوريدير بايب لاين يعني ماسوره معينه بقدر معين ازاي احسب السبيسيفيكيشنز او الريكويرمنتس من الطلبه دي ده انا قلناه دلوقتي صح كده قلناه دلوقتي ازاي احسب ايه الريكويرمنتس هاو تو ديزاين ا بايب لاين وذ اس بامب ستيشن بص بقى معايا هنا بقى ده ليفل اعلى شويه تمام بيقول لك ايه طب انا دلوقتي كل انا قلته النهارده ازاي احسب الهيد كويس بتاع الكام تمام السيستم انا عارف في قدر الماسوره صح ولا لا انا عارف في قدر الايه الماسوره طب لو قدر الماسوره كمان مطلوب ان انت تحدده حضرتك اللي تحددها هتعمل ايه مشكله صح كده مشكله كبيره ليه بقى ان انا دلوقتي عاوز انقل الميه مثلا تطلع من هنا لفوق تمام عاوز الميه من تحت لفوق اوكي وانا اقول المفروض كنت انت سالتني شويه احسب الهيد كويس بتاع الكام انا عشان احسب الهيد كويس بتاع الكام كان عرفت المعادله دي اللي جواها الهيد لوسز صح ولا لا؟ جيب لي هي الكيو اللي انا عاوز امشيها لازم تقول لي ديامتر كام عشان احسب اللوسز. تخيل بقى كمان لو ديامتر انون يعني ديامتر انت كمان اللي بتحددها. هتعمل ايه بقى؟ قال عندي عدد ثاني هنا في الحلول صح ولا لا؟ في عدد ثاني هنا في الحلول تمام؟ ممكن واحد يقرر ياخد ديامتر صغير تمام؟ في الحاله دي اللوسز كتير. فيقوم جايب هيد بتاع بامب كبير صح كده؟ وبامب قوي قوي. يعني ممكن يحل لك السيستم ده بقطب 100 ملي بس هتجيب لي بامب كبيره قوي او ممكن اكبر الدايره من 640 فده يقلل اللوسز صح كده؟ فيقلل الايه؟ الهيد الكبير بتاعها في عدد ثاني هي من الحلول لو فعلا متاحي ان انا كمان اصمم الدايمتر عندي عدد ثاني هي من الايه؟ من الحلول وللاسف عكس بعض عكس بعض ازاي؟ يعني انا لو اخترت ان انا اصغر الدايمتر ايه اللي هيحصل؟ ده هيحكم سعر المصير ده انت استاذ الراجل المقاول اللي هناك في المنصوره هيبص منك قوي بدل ما يعمل 10 كيلو مواسير دول بقطر 400 مللي هيعملهم كام؟ 100 مللي، هيبص قوي. بس الراجل اللي هيجيب البامب هيجي عليه، ليه بقى؟ ان اللوسز تبقى زياده وبالتالي هيضطر يجيب انت بامب ايه؟ قويه جدا، تمام؟ طب لو عكسنا جبنا بقى ده 1000 مللي كبير قوي، ايه اللي هيحصل؟ الراجل بتاع المواسير هيقول لك ايه يا عم ده انا خربت بيتي، المواسير سريعه هي جدا، تمام؟ بس هيجي لك مين؟ البامبس هتلاقي الهيد بتاع البامب ريكوايرد هيقل، ان كيرم اللوسز ايه؟ هيقل، تمام؟ طب في الاخر ناخد قرار ايه؟ ماذا تعمل بيه؟ صح ولا لا؟ لان انا راجل بنفس السيستم هرفع ثمن المسير وهرفع ثمن الايه؟ البامبس.
في الحالة دي يجي في الفايل مان ايرور. كانت ايرور يعني ايه؟ كانت المفروض المهندس الشاطر اللي هيطلع يشتغل هيعمل الكلام ده هيجرب كل الأخطار اللي موجودة في السوق، هيجرب يمشي 300 400 500 600 700 مللي و1000 و1200 تمام. والكل قطر من دول يحسب الهيد المطلوب من البنك ويحسب في الاخر التوتال كوست بتاع السيستم. ليه؟ لان التو كوست مش هينفع تبقى صح ولا لا؟ لان لما الماسوره تكبر الوقت خلاص البنك تبقى اغلى صح ولا لا؟ لكن كل لما الماسوره تكبر اللي عايز يحصل البنك تبقى ارخص الماسوره تبقى ايه؟ تبقى اغلى. اوكي؟ فقال لك الحاله دي لازم تجرب تمام كل الافكار اللي موجوده وتعمل ايه بقى؟ وتحسب التوتال كوست بتاع السيستم وموجود فرع الديزاين انهي كومبينيشن هي اللي هتشيلها انا بص بقى تمام اللي يجي الالتيميت توتال مينيمم كوست تمام توتال مينيمم ايه كوست خلاص هو مجموع كوست تعمله ايه البامب والبايب لاين خلاص كده يكون اقل ايه اقل ممكن فده سؤال مهم قوي صعب قوي صح كده ازاي بقى لو خلاص هنا بس مين بقى الماسوره وكمان البامب دخلنا في ايه بقى في حوار كبير صح كده دخلنا في حوار ايه حوار كبير تمام طيب ده طبعا هيحصل عندنا يعني اول ما اقول لك صمم البامب بس اكيد يعني اقول لك عاوز اصمم ايه الماسوره والبامب طيب هاو دي ديتيرمنت بقى البامب اوبريتنج كونديشن انت عارف ده ايه بقى؟ ده ايه ده؟ طب خلاص بقى صممنا الحمد لله وحددنا الماسوره وصممنا البامب وللاسف رحنا نشتريها ما لقيناش البامب اللي انا عاوزها فاهم قصدي؟ لقيت ان انا في بامب اقوى شويه او اضعف شويه خلاص محتاج اشتري واحده اقوى سنه من اللي انا محتاجه تمام؟ طب هيقول لك طب البامب الاقوى سنه دي هتشتغل اكشولي بقى في السيستم على كيو كام؟ فاهم قصدي؟ يعني بيجي بقى يقول لك طب لما افتح بقى زرار الكهرباء وشغل بقى البامب السيستم هيشتغل ازاي؟ ده اللي هي اكشوال ايه؟ اوبريتنج ايه؟ مش كده؟ طيب دي الكويشنز دي لو ردينا عليها يبقى خلصنا تماما الجزء الايه؟ البامبس بتاعنا تمام؟ التوبكس اللي احنا هنربيها هنشرح بقى الكلام ده هنشرح فانكشن البامبس او البامبس هنشرح ازاي نعمل استيميشن نقدر البامب ازاي كان باور ازاي نحسب الهيت المطلوب والباور المطلوب من البامب تمام؟ هنشرح ازاي نحسب الكوست بتاع السيستم شفت بقى ده لازم اعرفه ليه بقى؟ عشان لما اقعد اجرب افكار مختلفه لازم اعرف ازاي احسب الثمن بتاع كل اوتنتيف صح ولا لا؟ طب ثمن الماسوره هسيبه ازاي؟ وثمن البامب ولازم اجمعهم مع بعض فاهم قصدي؟ كل ده لازم ايه اعرف احسبه خلاص دي ايكونومكس اوف ايه؟ اوف ديزاين اوف بامب سيستم تمام؟ بعد كده نخش بقى ان شاء الله في البامب تايبس انواع البامبات والكاركترستيك كيرف بتاعتها اللي هي الانجنيرنج اللي هي الكاركترستيك كيرف وهناخد حاجه اسمها سيستم كيرف الغرض من الخطوتين دول ان انا اوصل للمعادله اللي اسمها البريدنج بوينت، البريدنج بوينت هي نقطه الايه؟ التشغيل، لما اجي اشغل فعلا السيستم هيشتغل ازاي؟ وسجل قبل ما تيجي البامبس تمام؟ وبعد كده البامب سيليكشن زي الفرق هو الكتالوج واحد من الحاجات بيسمع في النقط بيطلع في البريد نوع، البريد ولاد، انا عاوز اي واحده فيهم تختار ازاي ايه؟ تختار تمام؟ واخر حاجه بنعمل تشيك بقى على حاجه اسمها كاليبريشن، الحاجه كده تشيك كده زياده تمام؟ نعمله في الاخر عشان نضمن ان البامبس تبقى شغاله ايه؟ سيف من غير اي مشاكل. ده الكلام ده احنا كله وضع البامبس على البامبس على ماشينز ذات انكريز ذا توتال انرجي كونتيننج فلويدز خلاص كده يعني عباره عن ماشين او تيرمو ماشين تمام الغرض منها انها تزود لك التوتال انرجي بتاع الفلويدز او بتاع الايه المايز طب محتاجها ليه؟ محتاجها في الابلكيشنز ذات ريكواير انكريزنج ذا فلويدز توتال انرجي حلوه قوي ماشي النقطه الثانيه هي النقطه ايه؟ الاولانيه تمام اكزامبلز الكلام ده لو انا عايز اخد الميه من السوق اوضه السوق عادي ده اللي شايفه هو عندك في البيت البريشر في الماسوره بتاعت الحكومه مريض ولازم ترفع ايه؟ عشان ترفع الدور 13 14 بتاع عندك ايه؟ ترمبو تمام؟ فلو عملت المايه من التزامن ايه؟ التزامن ايه؟ لازم احط ايه يا جماعه؟ خالص ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش كلام تمام؟ او احيانا لو يكون عندك السيستم اصلا ماشي باي جرافيتي يعني اصلا ماشي ما بيتحرك اوريدي تمام؟ بس خالص احتاج ان انا احط بامب زياده ليه بقى؟ علشان ازود الفلو ريت اللي ماشي في السيستم 13 صغيره بدل ما هي ماشي فيها فلو ريت لا مش فلو ايه؟ الفلو اللي ماشي في الاطفال الصغيره تمام كده؟ اول مره اعمل ديزاين اقدر ان انا اشيل الميه بماسوره وطرف صغير ما بين الفلو ايه؟ ما بين الفلو تاني تمام؟ الاول انا استخدمت ايه؟ استخدمت الفلو ماشي ايوه ما طبعا ما هو ديزاين اصلا هو الاوبس ما ديزاين بيحصل دايما في السرعه وهي مش واحد لوحده بس بس بعض الاحيان نغير الكلام ده يعني سيستم زي ايه فيها جرافيتي اللي هو غير طبعا ايه دي؟ انا في سيستم اصلا منطقه سرعه اقل من نص متر في الثانيه وده الاوبس بص في حته الفلوس والبوست اللي كان بطل الكلام عليها تمام؟ نعم ماشي دي بس هو لو بص على كتالوج التماثيل ممكن تقول لك لا انا الكودنج اللي على الماسوره يستخدم حاجه 3 ونص 4 متر في الثانيه اللي هو ايه؟
فريكشن فريكشن. فكل ده هاخده في الاعتبار لما التصميم بتاعك بنعمل في الاخر خالص شبه فريكشن فبتيجي فريكشن. لا هو مشكله اتفرجت عليه في الاوضه النهارده مش في الكلام ده خلاص تمام. بس احيانا بيبقى الاوبتيمال ان انا اصعب البروتكشن بتاع الاوضه النهارده بسرعات عاليه واوسعه بسرعه عاليه ويقول لي السيستم صممته في الاوضه يعني الدايمتر بتاع المصور فيه كويس جدا جدا الدايمتر 400 مصور 400 دي يعني ان انا ممكن فعلا توصل لحد اعلى من البروجيكت ده بشويه مصور تمام. فالسرعه هي 3 متر في الثانيه. لو قلت بقى انا عاوز سرعه 1.5 لو 400 دي هتبقى كام؟ ممكن تبقى 5 او 5.5 متر تمام. فالاصل مش كده اللي انا بتصمم انا بتنفذ سرعه خلاص وصلنا كده ليميتس ايه؟ السريم يعني. فبنحسب الكوست بتاع النقل والتكلفه والطاقه والمصير والتكليف والكلام ده كله بالوقت هو اللي بيحدد لك النقل بتاعنا عامل ازاي. طبعا بقى ثلاثه الثانيه دي عامل مشاكل عامل مشاكل كتير في وقت النهار بس قلنا عليها بقى في الكوست. طيب الباص تمام قلنا انت كده اشكال الباص تمام كانت هي عملت لو حد راح في يوم هتلاقي دي السوائل تمام اللي هي بتطلع على الميه من بين الغوط اللي بيبقى عالي صح دي نفس الفكره بس دلوقتي مفيش فيه كهرباء كل حاجه شغاله ايه؟ جدول تمام؟ يا اما حاجه المنظر ده حد بيطلع عالي دي فبالتالي بتطلع على ايه؟ الرقمية السكوب تمام؟ زي السكوب فقط ايه؟ بتاخد السوليد بارتكل الميه كل حاجه بتطلع لحد ايه؟ لحد فوق تمام؟ وفيها الهاند فوكس الهاند فوكس دي بتبقى بص سبيسمنت موجود حتى مره في بعض الكرة تمام تقعد يقعد يقول لك ظهر كده عشان تطلع ايه؟ تطلع ميه بتطلع ميه منين؟ بتطلع السطح في بعض صح كده؟ والميه تحت برضه وهو بيدوس كده في ميكانيزم ان هي يحصل بيدي انرجي كده للميه القليله اللي هتطلع فوق الوقت صح ولا لا؟ دايما هي هاند بامب ميه بامب ولكن هي ايه؟ هي بامب اوكي؟ تمام. النهارده نقطه الخمسه مور ماتش مور كومبليت بعد الكلام الجميل ده تمام؟ وبقى في بقى حاجات مالتي ستيج بقى وبتخش جوه تاني بقى ايه؟ بيشتري من ثلاثه او سته ستيج واربعه ستيج وحاجات فظيعه تمام؟ فالتكنولوجي النهارده بتتطور بسرعه الطب الاندستري بتتطور رقم ثلاثه على العالم بعد الراس السلاح. يعني حاجه رقم السلاح قريب من بعض الطب الاندستري في المدنيه في اللي هو التحت فعلا يعني مفيش حد ما يستعملش مصر مفيش حد مفيش بيت مفيش ايه؟ مفيش طيب ازاي نمشي بالكوايل باور اللي هي كانت باور خلاص كده احنا ونامس بندوس عليه بسرعه يا جماعه لا احنا صوت فينا صوت انا ماشي بالراحه ماشي بالراحه هدوس اسرع ولا ايه؟ ولا ماشي بسرعه اوطى كويس كده؟ طيب ما تمنعش فينا صوت لا بس انت لازم تتكلم عن هذا الممل بشكل ما انا ماشي بالراحه انا مش عاوز ده يحصل هو اللي عاوز يمشي بسرعه انا بعرف بسرعه كويس قوي ايه ده يمشي؟ طيب الكوايل باور اللي هي كانت باور ازاي تكسبه؟ اقول لك والله عندي تاني وعاوز اوصل الميه تاني تاني العالي يعني بص ده السورس وده اللي مع الديسيجن تمام. طيب ايه الهدف ان انا عاوز امشي ميه بهذا الدايركشن خلاص كده عاوز امشي ميه بهذا الدايركشن فالهدف في الحاله دي لازم تتغلب على الفرق اللي اتش سابق ده صح خلاص فرق المنسوب ما بين الايه؟ التو بلانس وانا لازم احط الرمل الرمل دي بقى المفروض ان انا ايه؟ نتغلب على الاتش سابق وكمان نزود الميه دي في الاتجاه الايه؟ المعاكس للطبيعه صح كده؟ لان ده الاصول اللي بين الايه؟ الماسوره اللي بعد البامب بيسموها ساكشن بايب الماسوره اللي بعد البامب بيسموها ديليفري بايب خلاص كده لو عديت من سيستم نصين كمل الطبعه دي اسمين خلاص كده الماسوره اللي بعد البامب بيسموها ساكشن بايب واللي بعد البامب بيسموها ديليفري ايه؟ ديليفري بايب اوكي؟ طيب لما نيجي نرسم توتال انرجي لاين هيبقى عامل ازاي؟ هنبتدي من ساكشن بايب كذا اول ما تدخل في انترنس لوس شايفها؟ شايفينها مش شايفين؟ في انترنس لوس سوري انترنس لوس ده اللي هو الايه؟ هو الماسوره وبعدين في شويه بريشن في السكشن بايب لحد ما نوصل لايه؟ للبامب. تيجي عند البامب تقول لك ايه ده ايه ده ايه ده؟ قليله قوي فيقوم معوضك عن القديم اللي انت خسرته قبل اللي تجيلها ويديك كمان انرجي عشان تكمل لحد الايه؟ لحد ما توصل للخزان اللي في الداون ستريم. فيديك هيد عالي قوي تمام؟ ارفع فوق قوي تمام؟ وتحس ان الهيد ده كافي ان هو يتغلب على الفريكشن لوسز اللي في الماسوره وفي الدليفري ويديك كمان الايزي لوسز لحد ما تخرج من محصول الميه اللي في الخزان اللي في الداون ستريم. في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. لما تقول جريد لاين ايه؟ انا تحت الكلام ده بشتغل على 5 جي. ده اللي هيقول لك جريد لاين. لكن لما نيجي نحسب الهيد بتاع البامب بكام؟ ايه الهيد المطلوب من البامب؟ الهيد ريكوايرد بتاع البامب؟ اس خلاص اللي هتقول جريد لاين وبيشتغل على التوتال انرجي صح ولا لا؟ احنا بنقول دايما ايه؟ البامب عباره عن ماشين بتزود التوتال انرجي بتاعت الميه، بتزود التوتال انرجي بتاعت الايه؟ الميه. طب ليه انا مسكت هتقول جريد لاين؟ ما في واحد يقول لك انا هزود جريد لاين ده بدل التوتال انرجي لاين. فالفرق قبل وبعد البامب على طول في الهيدروليك لاين هو على طول الهيدروليك لاين. لكن الكلام ده فقط صحيح امتى؟
لو كان الدايمتر بتاع السكشن بايب هو نهايه الدليفري صح ولا لا؟ في الحاله دي يبقى نفس السرعه والكتاب هو هو، لكن لو في فرق في الدايمتر انسى الكلام ده كله بالنسبه لي. احنا بنشتغل على مين؟ على فرق التوتال انرجي، فانسى خالص الدليفري جاي لاين. الكاس اللي انت حاطاه بتشتغل على مين؟ فاكر تاني اهو توتال انرجي لاين تمام؟ طيب اذا يبقى هي المفروض ان الموضوع عباره عن ايه؟ جمع جمع. بص بقى المعادله الكبيره دي هي نفسها في الدايمتر تمام؟ اول ترم هو مين؟ اس 7 زائد ايه بقى كل ده؟ كل ده مين؟ سيجما ليه بروسس من ايه لحد دي؟ انكلودنج الانترنس اول واحده اس واي يعني انترنس لوسس صح كده؟ زائد اللوسس الفريكشن في السكشن بايب زائد اللوسس الفريكشن في الدليفري بايب زائد الاكس لوسس اللي في الاخر. كل اللوسس دي يا جماعه بقى في الاخر اسمها سيجما ليه بروسس من الاول لاخر خالص من الاول لحد الايه؟ الاخر مش كده؟ تمام؟ طب نفترض حاجه اعقد شويه، اعقد شويه يعني ايه؟ يعني بص الخزانه بتاع السكشن الماسوره بتاعتي داخله جوه شويه بتحصل بتحصل تبقى الماسوره داخله جوه الايه؟ جوه الخزانه تمام؟ وعندي هنا بعد الضم في تشيك بارد وفي بارد، ايه تشيك بارد ده؟ حد عارفين ايه تشيك بارد؟ اهدف على الموضوع تكس لاين بتاعي لو رحت للاستاذ كده قلت له تشيك بارد قال لي مين ده؟ معاك سكس لاين ايه اللي جاي السكس في الموضوع مش عارف هو المهم فين هي يعني هو سكس لاين ما ده اسمه ايه الحركه يعني هو قصده ايه؟ يقول لك ان دلوقتي لو انت عندك خزان واطي تمام؟ واطي يعني تمام؟ بتدي الخزان عالي اوكي؟ والبامب هي شغاله فطول اليوم بتضخ كده تمام؟ بعد ما تضخ بعد 16 ساعه ما تخلصه ايه اللي هيحصل؟ ما حطيتش البامب والميه هترجع لكن لازم هنا يحط ايه بقى؟ معكس يسمح فقط بالحركه في هذا الاتجاه اما الحركه في الاتجاه المعاكس يمنعها تمام؟ عشان الموضوع ما تضخش وعشان برضه الخزان ايه؟ الدراوند ستريم ما يقدرش صح ولا لا؟ لما تلاقي 16 ساعه شغال يعني في الملاك اول ما تيجي رايح شويه يفضى هو ايه هو ما تسمعش الكلام ده تمام؟ لازم يجي شويه برضه تمام؟ طيب بس لو حبيت نفس التوتال انرجي لاين بعمل ازاي؟ بص التوتال انرجي لاين خليك شاطر بقى يبتدي التوتال انرجي لاين من الخزان بتاع السكشن صح كده؟ اللي هو الخزان الاولاني ده اوكي؟ وانس دخلت في الماسوره دخلت في الحسابات بتاعت الماسوره خلي بالك فمعناها البدايه بتاعتي تبقى من اول ايه؟ من اول هنا بص التوتال انرجي لاين اول لما اخش جوه الماسوره يبتدي يحصل لوسس خلاص انا بعيد على البامب بعيد على مين دلوقتي؟ على البامب تمام؟ طيب هيبقى في لوسس في السكشن بايب بناء من الدخله بتاعت الماسوره مش من ناحيه الخزان بل من دخله الماسوره لحد السكشن ايه؟ بتاع الفلانج بتاعت البامب وبعدين اللي يطلع البامب يعوضها بقى عن كل ده روح على البامب الاولاني ست شويه لوسس روح على الثاني ست شويه لوسس لحد ما توصل للخزان للمخرج بتاع الماسوره مع مخرج الماسوره تاخد ايه؟ الاكس لوسس بتاعها ماشي؟ في الحاله دي اللي هي بتاع البامب اللي هو بص بقى اللي بتاع البامب ده طبعا اللي هو جاي لاين تحتيه مقدار شويه على الدرجه دي تمام بس احنا ايه بنسميه بتاع البامب بنسميه ايه على الكوتر ايرج لاين هي طبعا شكل المعادله معقد صح كده شكلها معقد بس مش معقده ولا حاجه هي هي نفس الايكويشن اتش بلس تساوي اتش ستاتيك زائد كل التمام دي اللي هي ايه؟ مجموع اللي هي اللوسز من اول خزان ايه لحد خزان دي اللوسز بقى المره دي فيها كلمه اكتر شويه ليه؟ فيها خزان وشويه ديفرنس وفانكشن وديفرنس بس شاطر من الاخر هي نفس الايه؟ الكونسبت عد انت بقى تقعد تعد بقى في الايه؟ الامتحان وتشوف مجموع الوصل من اول لما دخلنا الماسوره الخزان ايه؟ لحد لما توصل سليمين للخزان ايه؟ جمع كل ده تحسب على مين؟ على الارض اوكي؟ طيب نعم سؤال يا ريت المسافه من سته مع الماسوره لحد الهيدروليكية مش توتال انرجي
الحالة تشوف بقى الراجل اللي عامل ايه وتقيس المسافة دي، وهو ده البريشر اللي جوه المصورة، الضغط اللي جوه المصورة بتاعته. الهندسات هي ايه بقى اللي بيحصل فيها؟ الهندسات الجاية بص ما هو خلي بالك تشوف السورس والديستنيشن وتطرح مسيرة الهيدروليك لاين فين. هنا بقى تعلم السيستم ده خزانة خزانة، فالهيدروليك لاين هو الدفعة الهيدروليك لاين، لاحظوا من بعض هو شال. في جزء هنا في البريشر طبعا ليه؟ لو جيت قلت لك سيب البريشر في النقطة دي هيبقى كام؟ السيل اللي تحت صح كده؟ في مشكلة طبعا لو وصل لحاجة اسمها ليفر بريشر يبقى أنا هتوصل، ولو كثرت المية هيحصل حاجة اسمها ريبيتيشن. هنطلع معاك هنفهم الإجابة كلها تمام؟ فدي تسيبك دي سكتش، بس احنا بنعمل تشيك على الكلام ده، المفروض تخش البامب حتة يكون في نيجاتيف بريشر قبل البامب، الكلام ده مفروض المفروض تمام من الأصل. لو عدى ليفر معين يعني مجهول الجودة دايس، غير كده غير مجهول. عشان كده في ناس تقول لك ايه انا عندي بيتي انا عاوز افصل نفسي عن عدد المباراه فانا هركب نفسي الركبه واركبها على مدخل المطبخ تمام؟ ودي ناس حاطين الضم فيزيكالي في الدور الرابع فوق وكل دي سبشن فايف لحد الارض. طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى؟ سيف المفروض كده تمام؟ خليك معانا عشان تخلص الخط ده تمام؟ بص بقى دلوقتي عامل ده طب لو جرافيك سيستم زي ده هل محتاج انا احط ضم ولا لا؟ مش محتاج ضم زي ما انت بتسال ما يتحرك وحده صح كده؟ لما تيجي تبص هتلاقي ان الاس اتش اس او دي اتش درايفنج هيد بيساوي لوزز ان سيستم وهي مش هيد وشارج بريشر والاتش اس صح كده؟ وساعتها في الحاله دي بنقول ان هي الاتش اس دي اتش يعني سورسنج من اللوزز وبتحل وبيشتغل تمام؟ لو قلت لك اكسبت بقى الدايمتر المطلوب عشان تمشي فيه معايا الكلام ده عملناه المره اللي فاتت تمام؟ ناخد المعادله دي اللي هي اتش اس اللي هي دي اتش سورسنج من اللوزز تمام؟ وبعد كده ترايل الايرور مع الدايمترز الموجوده كل ده يعني الموضوع بتسيب الفيول اللي ماشي وتشوف عارف ماشي فيول كام وجاي من ايه؟ الدم اللي انا عارف ماشي فيه. الكلام ده كله قلناه مره ايه؟ المره اللي ايه؟ اللي جايه تمام كده؟ ازاي نكسب الدايمتر الكوال الدايمتر المطلوب علشان تمشي فيول معين في السن جاي اصلا مش محتاج اصلا يكون في ايه؟ في مار. بس وات ايه بقى الدايمتر اللي طلع معاك ده اكبر من اكبر دايمتر اللي قابل في السوق؟ طلع مثلا 2000 مللي 3000 على رقم رهيب يعني مش منطقي ان انت تتكلم. في الحاله دي انا ممكن في سيستم جرافيتي يوز بامبس تمام كده؟ كونسيدر ايه؟ الموشن تستخدم برضه بامب على رغم ان السيستم نازل ايه؟ نازل لتحت. طيب الحاله دي طب نحسب ازاي بقى الاتش بامب في حاله سيستم نازل بجرافيتي زي ما قبل كده في الحاله دي تمام؟ عندك بقى بامب يبقى التوتال انرجي بقى هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كده بالمنظر ده. خلي بالك وجود البامب صحح لك التوتال انرجي بقى يزيد. شفت فاكر كام مانجر؟ يعني التوتال انرجي بقى قبل البامب كان عامل ازاي؟ كان كده فنحط النقطة ده فلو نفس العمر المصورة نفس النيل ده هيمشي كيو معينة كيو قليلة أنا عاوز أزودها فعشان أزود الكيو لازم البروسس تزيد فلما البروسس تزيد التوتال انرجي لاين دي بتاعه يزيد تمام فالبامب هتديك الاوبشن ده هتديك الايه الاوبشن ده لانها هتديك هيد زيادة يسمح لك كأنك بالظبط عليك التزامة فوق كأنك عليك التزامة ايه لفوق فبقى قال لك المرة دي نقدر نعمل لوسس أكتر في نفس المصورة نقدر نمشي كيو ايه كيو أكتر نحسب بقى الهيد المطلوب بقى بتاع الباك ازاي اللي هو اتش بي ده انا نفس الكلام برضه تمام والمره دي بس نفس المعادله بس الاتش بي تحط ليه؟ ليه؟ او تشتغل زي ما بقول لك كده اللي هي بقى بالاشارات شوف مسؤول هيدروليك لاين ديستنيشن رقم من السورس بالاشاره انت عامل ايه تحطه زي ما هو اللي ايه؟ يعني ايه ده يساعد الباك ده حاجه بتساعد الباك تمام؟ فده قانون الكبير شبه القوانين بقى والسيستم المجمع تماما هو ده بس القانون الفاضي ان الاتش بام عباره عن ايه بقى؟ هات الكلام اللي بيساوي نفس الفاتيك زائد مين بقى؟ كل الاتش لوسز اللي فريكشن في المصير زائد كل الاتش لوكال لوسز اللي في المصير اللي هي بقى الانيت والبارز والبانت والالوس وهكذا ده في الاخر هي ايه؟ سيجما هيد لوسز توتال ما بين تانك ايه؟ لحد ما توصل لمين؟ لتانك ايه؟ وبالك بس الاتش ستاتيك بتعوض الاشاره لو هي النيجاتيف بتعوض الاشاره دي غلط بس بتساوي ايه؟ الاشاره بتاعتها اذا كانت بتساعد البامب او بتمسك بيد الضغط على البامب تمام كده؟ دي اشكال اخرى لمساله الايه؟ الايه؟ الاتش ستاتيك. تعالى بقى فكر معايا كده وعاوز حد شاطر يبتدي يقول لي الرسمه الاولانيه دي الاستاتيك هيد دي كانت فين لفين؟ اهي مكتوب اهي مكتوب. طبعا دي اول تكون بتسمع من الخزان ده وايه ده؟ مش بتفهم بالعكس طبعا ها؟ مش حاضر ها؟ الفاضل مش المايه ماشيه ازاي؟ كان المايه ماشيه ازاي؟ مش كده صح؟ مش العكس ها؟ انا مثلا متوقع اي حاجه ايوه دي وجهه نظري في الحاله دي الاستاتيك هيد بتفرق فين؟ ها؟ فرق سطح المايه
من هنا منسوب ديفينيشن اصول المخرج من المنصوبه، خلاص كده مش اصول ميه، اصول المخرج بتاع ايه؟ المنصوبه. وهنا منسوب ايه؟ سطح الميه. حد عنده اي مشاكل ده؟ طيب تعالى بص هنا، فين بقى الاستاتيك هنا؟ طبعا الموضوع بيحطوا الميه فوق كده، طبعا الهواء كده، مفهوم؟ هو في العين بتيجي تطلع ميه فوق، تمام؟ فانت عامل زي الاستاتيك هنا كده مين؟ بالظبط المنسوب ده لحد منسوب مين؟ التزانة، صح كده؟ حد فاهم؟ تبقى تشوف المنسوب ده كام وحط المنسوب من هنا كده. طب هنا مالكش دعوة بخلق المنصورة، صح ولا لا؟ المنصورة طالعة ونازلة مالكش دعوة بيها. المنسوب هي هو المنسوب اللي بيقول لك المخرج مقصي الايه السورس بتاع المخرج، خلاص كده؟ ده اللي سالك فيه، ده يطلع مين؟ شوف هنا أكتر من هنا. طبعا في الحتة العالية دي مشكلة، طبعا معاك في مشكلة. ما هي في نيجاتيف بريشر في البايب لاين. الفيس بتوع الانرجي لاين في نيجاتيف بريشر في البايب لاين. فهنا في سايكل وكلام وحش قوي. بس انا لما احسب الستاتيك هيد بحسبه ازاي؟ على مقر بتاع المنصور. طبعا في المواسير الكبيره احنا بنمنع الكلام ده من نفس الطرف، الكلام ده ممنوع من ايه؟ من نفس الطرف. اوكي؟ طب لازم ايه؟ ها؟ هو ليس طالب بيسال، لازم يعمل ازاي؟ لا مش بيسال، فجاوب، جاوب وبعدين اسال. هنا الستاتيك هيد بيتكلم ايه؟ المنصوره يعني هنا هنا في الخزان وهنا في المنصوره ولا المنصوره؟ المنصوره طبعا بالظبط تمام كويس خلاص كويس لطيفه اهو حاسسك ايه مش معقول بص بقى دي حاجه اه نفس الفكره اللي فوق دي الكلام ده هناك تمام هنقول ايه بقى الباور بتطلع هنقول الباور ده اللي بيستخدمه هو الايه البروسيسور تمام بس علشان دي تلف محتاج ان هي الباور ايه الهدوم والهدوم محتاج ان الباور ايه الحراره خلاص كده طيب لو عاوز احسب الليكتريك باور ده قد ايه؟ قال لك ده هنحسبه ازاي؟ حسب الهيدروليك باور انت عاوزه بكام؟ وحسب الكفاءه بتاعت نقل الايه؟ السورس بتاع الطاقه دي من الهيدروليك للميكانيكال والميكانيكال لحد الليكتريك ايه؟ الليكتريك باور تمام؟ هنلاقي ده خالص ان التوتال افيشنسي عباره عن هيدروليك باور مقسوم على مين؟ الليكتريك باور اللي هي الليكتريك باور موجود في الكلام ده ماشي؟ كويس الكلام ده خالص هو ماتش باور بقى يزيد يتحسب ازاي؟ هنقول الهيدروليك باور ضغط الفلوس اتش ده الهيدروليك باور يتحسب الواط تمام؟ بس لازم الضغط حرف ساعتها 810 متر في متر كيوب صحيح صحيح ايوه صحيح كان شيء لطيف قوي يعني يكون حد زي بقول له صحيح هو بيصحح لوحده ولازم حد يصحح فمعناها ان هو صحيح او دي كلمه معينه في الايه؟ اللي هو بيصحح فعلا هو اللي بيصحح تمام؟ فزي اللي انت بتقول باور عباره عن هيدروليك باور مقسوم على بتاع التوبه اللي بعد ايه؟ بتاع تمام؟ ده بسبب الارقام، قول بسرعه خلاص؟ قول لنا الحساب دي الاكس اكواير في السيستم ده، الاكس اكس اكواير في الجامعة، ازاي بقى؟ بص يا سيدي احنا بنصرف الخزان الليفل بتاعه 11.4 خلاص؟ وبنصرف الميه الخزان الليفل بتاعه كام؟ 20 ونص، اوكي؟ طيب السيستم في النص قال لك انا عامل نص الميه كيو 100 لتر في الثانية وعامل تقريبا 15 كيو في طول المنصوره 4.8 كيلومتر نوع المنصوره اللي معاه سكيل الالكتر بتاعها كويس هو 5 ده كله اللي موجود ايه؟ موجود شهر تمام؟ ايه بقى المطلوب؟ الجريد الكواير بارتنج هيك عشان ما يحسبهاش الكواير اللي كان في البامب ديت عشان الميه تتحرك فعلا من الدوله في الدايركت ده وعاوز يحسب الالكتر كونتر باور اذا كانت الكفاءه التوتال 0.78 78% وعاوز يحسب المنطقي الاجل كوست والبورتنج الكتر باور استهلاك الكهرباء كام؟ كان مين يعني المسكين عامل ساعتها 20 كيلو في نص ساعة وشغل الموقف لمدة 12 ساعة وكان استهلاك الواحد كيلو ساعة 18 كاش يعني سعر الواحد كيلو باور 18 كاش تمام؟ طب يبقى انا هقول لك على تفاصيل السلايد هو سهل بس انا نفسي بس ايه؟ نعمل ستيب باي ستيب مع بعض بسرعة نور لاند بروتينز الفاضيين يعني هنقول ايه السهل بيساوي كام؟ تقريبا القانون بيقول لك ان الهيد ريكواير او مطلوب عنك بيساوي اتش ستاتيك اللي هي سيجما اللي هي النص التزام ايه حاجه التزام تمام؟ الاتش ستاتيك بتساوي كام؟ ها؟ بكام في السيستم ده؟ منصوب ان هنقول كده يطلع لي ديستنيشن نص سورس خلاص؟ اللي هو كام نص كام؟ على طول اللي انا بفكر 20.5 ناقص 11.2 جبته خلاص في المية ناقص بقى كام اللوسز؟ هتلاقي كده بكام سيجما اللي هي اللوسز تمام؟ في المية عباره عن سيجما الاكستريكشن ده سيجما اللي هي
الآن لما عنصر جه ولا لا؟ جميل، ده 300 يعني بوينت 3 ايفن، تمام؟ الدور بتاع الخط جه ولا لا؟ الله، ده 4000 في 800 فاتت، ده حاجة رائعة. بس ايه الحاجة الوحيدة اللي مؤثر دوري دايما؟ الاسم، انا طالع الاسمين في 800 شهر، تمام؟ لازم نسميه بالنمبر الأول اللي هو 4 في كيو على باي في دي في نيو. في واحد هنا بيسألني طب الشهر نسميه بالنمبر، يقول الشهر اسمه بي في دي على نيو، بس ده ما تديش حساباتها حسابية، ايه اللي ممكن يوزنها هنا؟ ودي ممكن صح كده؟ فمش هنقدر فيها يعني، تمام؟ لكن لو انا قلت هنا بي في دي على نيو او عوض هنا اسال على بي في سكوير على دول جي، هنضطر نكسب اللوس صح ولا لا؟ ويا سلام لو غلطت فيها. كل المسألة غلط. كل مسألة مبنية على هذا الرقم صح ولا لا؟ يعني انت لما تحسب الايه؟ الاي سكوير غلط، تعمل ايه؟ هتحسب الدور غلط طبعا، في يعني صح؟ وبعد كده هتحسب الكونسلال الكهرباء والدور برضه غلط، فده نقص كل ما هيقص معايا. طب ليه؟ ليه تدي حسابات على حسابات؟ عشان كده دايما في حاجه تحت ايه؟ اعوض الدور بتاع الكيو، ابعد خالص عن الدراسه بقدر الامكان، بقدر ايه يا جماعه؟ تمام؟ فاربعه كيو على بعض دي كيو، هديك كيو مثلا الكهرباء عشان هي مئويه، الدايان كبيرة، الكيو كبير، هديك كيو بالظبط. وبعدين احسب بقى اللي هي الدور الشرط واحد على كذا زائد ناقص 2 لو في النقول اللطيف ده تمام وهجيب ال خلاص كده بعد ما جبت ال عوض هنا هجيب سيجنال اكسبريشن ناقص اللوكال لوسز ايه بقى اللوكال لوسز طبعا هجيب ايه بقى؟ سيجنال ايه في سكوير على كل شيء صح كده؟ طيب برضه بلس هشيلها في كل جاي برضه يعني بص عامل نفس الكلام كونسيستنت يعني سيجنال الاتش لوكال عباره عن سيجنال كي في بي سكوير على كل شيء عباره عن سيجنال كي في كيو سكوير على 2 جي اي سكوير اللي هي باي سكوير هي نص 4 على 16 بس خلاص عادي يعني كلمه يعني تمام اهرب من الوسط اهرب دايما من مين؟ من الوسط 16 خلاص خليك شغال في كيو انا عندي الكيو عامل كيان المنصوره ناقص مين بس؟ ده معنى الكيان ده العامل ايه اللي الكيان بقى؟ عندنا دي عامل انفنس لوسز صح كده؟ بنص وهيبقى في عامل او واحد شويه عشان انت داخل جوه الخزان وهيبقى في عندك فور ار على دي بيساوي ايه بيساوي 60 درجه مش مهم كده قوي تمام وبعدين في عندك فور تاني بعد الضم وفي عندك فور تاني في الاخر وفي عندك ريز في ايه في الدوز ماشي كده هتجمع الكميات في نفس الترم ده جبت في الاخر ايه زي ما هي دوزز تجمعها على اللوجا تجمعها على السبيشال جبت ايه بقى الاكشن فايل بتاع الضم خلاص كده في مشكله في اول مطلوب في مشكله في اول مطلوب طب نحسب بقى ازاي بقى اللي ايه اللي انت بتقعد على الدور تسيبه ازاي سهل بقى انا بقى لا هم سبتوش تمام عاوز اكسب ليتر باور سباور بتاع الدور بس ده عباره عن ايه بقى؟ الوتر هورس باور مرسوم عليه الدوز صح كده؟ الوتر هورس باور اللي هي لاما في كيو في دي لاما في كيو في الاتش تمام؟ على سبب الفور سيكشن يطلع بالحصان خلاص؟ عشان يطلع معاك الايه؟ تمام؟ طيب بعد كده عاوز المنطقي هنعمل بوست دروبي باور بتاعك ايه بقى؟ بص ده على ساعات تشغيل في اليوم 30 16 12 ساعه صح كده؟ ولا انا عاوز تكسبي البوست ممكن اللي هو باور 18 قرش اللي هو ده ده يبقى 18 قرش تمام ولا تكسبي استهلاك الفلوس العقارات الشهري والسنوي يبقى مره اتعوض الرقم ده 30 يوم مره اتعوض عليه كام؟ 305 يوم الكلام ده كلام سهل جدا على فكره جزء البامب سهل يعني جزء البامب سهل جدا الطبيب بيعمله سهل مفيش فيه اي مشاكل دي الحل عمله بالارقام انا بس عاوز تحسب الارقام يعني اقول بس الحل المدة صارت